بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب 2024 تانية ثانوي، يا أهلا وسهلا بكم يا أحباب، يا شباب، يا شطار، يا دكاترة المستقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعيد المبدي حمدا كثيرا وهو أهل الحمد، ثم الصلاة أولا وآخرا على النبي باطنا وظاهرا. النهاردة إن شاء الله شباب بداية محاضرات تانية ثانوي 2024، شرح جديد. أنا عارف إن الشرح القديم موجود 2021 و22 و23، ولكن قررنا يا جماعة نعمل شرح جديد عشان خاطر عيونكم، عشان عارف إن لكم كده ان شاء الله تبقوا دفعه مميزه وتبقوا ناس شطار وترفعوا راسنا ان شاء الله، فمش خساره فيكم اي حاجه. ولكن طالب منكم يا جماعه تشاور المحاضرات دي في كل مكان بقى، يعني تعرف كل الناس ان احنا بنشرح الاحياء جديد وان المحاضرات موجوده بصوره جديده، وتبعت المحاضره لكل الناس، شاير المحاضره على اي جروب انت عليه على الفيسبوك او التليجرام او واتساب او ستوري والكلام ده كله، يعني فاهمين، صيطونا من الاخر. النهارده يا شباب باذن الله المحاضره الاولى في شرح المنهج. طيب انا بس يا جماعه عايز انبه على حاجه كده، ان شاء الله شباب السنه دي احنا معانا في الترم الاول يعني والترم تاني بإذن الله شرح على اليوتيوب وشرح على المنصة. يعني إيه قصة المنصة وإيه قصة اليوتيوب؟ هقول لحضرتك بسرعة جدا جدا جدا. إن شاء الله جماعة هنا على اليوتيوب هيكون يا ولاد الشرح بتاعنا كامل متكامل بأفضل طريقة إن شاء الله على اليوتيوب، شرح وتيبس أند تريكس في الحل يا شباب. وكمان بإذن الله هتلاقي تحت الفيديو في الديسكريبشن جروب للفيسبوك بتاع تانية ثانوي. ركز معي. اول حاجة الشرح ده ان شاء الله هينزل لك النهاردة السبت، صح؟ كل يوم سبت ان شاء الله الساعة 8 بالليل 9 بالليل في الحدود دي، ممكن ان شاء الله يبقى قبل كده ولكن هقول لكم يعني بعدين. خلاص يبقى جماعة الشرح على يوتيوب ان شاء الله مجاني طول الترم بافضل طريقة، وان شاء الله ما تلاقيش احسن من كده. طيب بص يا سيدي، ايه بقى قصة الجروب على الفيسبوك ده؟ هقول لحضرتك الجروب ده شباب هيكون عشان يعني متابعة الى حد ما. ايه متابعة الى حد ما دي؟ هقول لحضرتك. اول حاجة بعد ما تسمع المحاضرة يفضل انك تفرغ، يفضل انك تكتب. انا يعني اسماء قاعدة، انا افضل ان اسماء بعد ما تسمع المحاضرة مني دلوقتي لايف تسمعها تاني على اليوتيوب لما تنزل ان شاء الله وتكتبها وتفرغها. عارف انك معاك كتاب على فكرة، ولكن انك تكتب المحاضرة بايديك وتكتب كل الملحوظات والكلام اللي بنقوله بايدك ده بيثبت المعلومة بشكل مش طبيعي، فانصحك بالتفريغ. وطبعا يا باشا طبعا لما تعمل التفريغ تحطه في بوست على الجروب بتاعنا اللي على الفيسبوك، وصاحب احسن تفريغ كل اسبوع هيتم تكريمه ان شاء الله بجائزة بسيطة، وكمان نعمل له لوحة شرف على الجروب وعلى المنصة. طيب ده بالنسبة لي التفريغات. ايه كمان يا دكتور؟ هقول لحضرتك فرضا بتذاكر وقف قدامك سؤال، انا لسه هاجي للمنصة بس بتكلم لو انت طالب يوتيوب بس ما جيتش على المنصة، يعني لو انت يا باشا بتذاكر وقف قدامك اي سؤال هتقوم واخد السؤال ده مصوره بس صوره كده وتحطه في بوست برضو على الجروب ده. والجروب ده يا جماعه عليه اسيستنت من او ناس يعني مساعدين، مدرسين مساعدين من كورس الاحياء، هيوافقوا على البوست بتاعك دوت ويأجبوا عليك في الكومنت ان شاء الله ونأجبك على السؤال بتاعك ده يا باشا لو انت طالب اليوتيوب. طيب تعالى بقى عد معايا لو انت طالب منصه دكتور محمد ايمن، موجوده يا جماعه على جوجل نقدر نوصلها بكل سهوله. اكتب بس على جوجل كده محمد ايمن هيجي لك المنصه، اختار الصف الاول الثانوي هتلاقي كورس الترم الاول كله موجود وبسعر رمزي يا جماعه طول الترم. خلاص كورس الترم الاول كاملا. ايه يا دكتور بقى اللي هيتم في الكورس دوت؟ صلي بينا على النبي. اولا يا شباب هنزل لك برضو شرح تاني موجود على المنصه بحيث لو عايز تسمع المنصه براحتك عادي. كل محاضره يا جماعه هيكون قصادها على المنصه كويز، هذا الكويز يا شباب امتحان يعني على المحاضره الاسبوعيه اللي على اليوتيوب او اللي على المنصه. خلاص كويز عشان تطبق على المحاضره بتاعتك. الاوائل في الكويزات دول هيتم تكريمهم ان شاء الله اسبوعيا على جروب الفيسبوك، ونصيطكم بقى كده وكمان نكلم اهاليكم ونتابعكم يعني ان شاء الله علشان تستمروا في الشطاره وتبقوا ان شاء الله احلى دكاتره. ده بالنسبه للكويز. ايه كمان هقول لحضرتك؟ ان في كمان حل. لا ركز بقى، الحل يا شباب هيتم من كتاب الامتحان. اولا اسئله اختبر نفسك اللي موجوده في الكتاب اللي بنشوفها واحنا بنقرا الكتاب. ثانيا الاسئله اللي بعد الدرس يا شباب اللي موجوده برضو في كتاب الامتحان. ثالثا الاسئله اللي على الفصول. رابعا الشوامل اللي بتبقى في اخر الترم. كل ده يا جماعه ان شاء الله هيتم حله على المنصه في هذا الكورس الجميل. خلاص طيب بس كده، مش بس كده، صلي بينا على النبي. مسابقات، مسابقات من حين لاخر. ها استعدي يا اسماء تطلع الاولى في المسابقه دي، انت اختي يعني مش مفيش. ها مفيش يا شاطره اطلع الاولى كده وكده، حد يسبقك ماليش دعوه، انا مش اختي ولا اعرفك. مسابقات، هذه المسابقات يا شباب ان شاء الله هتتم بين الطلبه اللي موجودين في الكورس، وطبعا هتتنافسوا على الاوائل، وان شاء الله يا جماعه هيكون في جوائز قيمه جدا جدا جدا. فاستعدي يا اسماء، يمكن اوديك مثلا كوريا الجنوبيه، مثلا تشوفي مثلا بلاك بينك ولا حاجه، شوف هناك برضو. طيب
دي يا جماعه بالنسبه للمسابقات. كمان يا اولاد طبعا المسابقه دي هتكون عباره عن امتحان، خلاص امتحان شديد على الفصل، مثلا نمتحنك على الفصل اللي يكون 100 سؤال، والاول يتكرم اكيد او العشر الاوائل على حسب يعني بقى العدد بتاعكم وعلى حسب انتوا شطار قد ايه ان شاء الله. طيب اخيرا يا اولاد وليس اخيرا يعني هيكون في متابعه على المنصه للطلاب واولياء الامور. الامتحان اللي على المنصه يا باشا هيتم تبليغ ولي امرك بيه، مش مسموح، انت راجل هتدفع فلوس على المنصه فانت لازم تلتزم، تمام؟ لو ما التزمتش ولي امرك هيسمع خبرك، مش هيسمع خبر وفاتك، لا هيسمع خبر ان انت بتتدلع، ان انت مش بتذاكر، ان انت واخد الفلوس بتضيعها على الفاضي او دافع الكورس وبتضيعه على الفاضي، تمام؟ فالمتابعه هتتم يا جماعه عن طريق تبليغ اولياء الامور بالدرجات. ولو حضرتك ركمت اي محاضره، التراكمات يا شباب مميته، برضه لو حضرتك ركمت اي محاضرات على المنصه او اي كويز او اي امتحان او او او، هتلاقي حضرتك على طول ولي امرك بيتبلغ. فشباب الجزء الاهم على المنصه طبعا الا وهو الكويزات على طول اللي على المحاضرات اللي بانتظام، وجزء الحل من كتاب الامتحان كاملا اي سؤال فيه ان شاء الله، كمان يا اولاد المسابقات والامتحانات والمتابعه، اخيرا يا شباب اخيرا اخيرا بقى المراجعات النهائيه اللي موجوده ان شاء الله قبل الامتحان، هتلاقيني معاك لحد اخر يوم في الترم ان شاء الله عشان ما يبقاش عندك اي مشكله في ماده الاحياء، وباذن الله توصل للدرجه النهائيه. لو انت عاوز تشترك في المنصه هتلاقي اللينك بتاعها موجود في الديسكربشن تحت الفيديو، او انت خش على جوجل اكتب محمد ايمن، بكل بساطه خش على التسجيل، سجل بياناتك، بعد كده خش على كورس الترم الاول الصف الاول الثانوي، بعد كده امشي مع الخطوات هتلاقي الموضوع سهل جدا جدا وبسيط، ادفع عند اي حد بتاع فوري هتلاقيك اتفعلت اوتوماتيك. طيب صلي بينا على النبي. نبدا يا شباب الدرس بتاعنا النهارده بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه كده يا شباب ان شاء الله تكون بدايه مدويه وبدايه خطيره وتحمسك على المذاكره. صلي بينا على النبي. احنا اسماء اخذنا ايه في اولى ثانوي يا دكتور؟ احنا فاكره مش فاكره اي حاجه. طيب يا دكتور احنا بدانا اصلا في اولى ثانوي ان احنا خدنا في الترم الاول الجزيئات البيولوجيه الكبيره العجله، عارفاهم فاكرهم ايه هم؟ اولا يا دكتور الكربوهيدرات، الكربوهيدرات فاكر اسماء الصيغه العامه للكربوهيدرات كانت عامله ازاي؟ C2O باي، شاطره ماشي، زي مثلا يا دكتور C6H12O6، ده اشهر حاجه صح كده؟ طيب خدنا يا دكتور بعد كده حاجه اسمها لايبيدات، لايبيدات. طب الاول يا دكتور كده هو الكربوهيدرات دي كان المونيمر بتاعها اسمه ايه؟ شطار شطار، سكر احادي اللي هو الجلوكوز، يعني سكر احادي، الجلوكوز، الجالاكتوز، الفركتوز، الريبوز، الكلام ده تمام. طيب ايه كمان؟ قال لك يا دكتور اللايبيدات والمونيمر بتاعها يا اسماء كان اسمه حمض، عشان هي دهون يبقى حمض دهني صح كده. ثالث حاجه يا دكتور اخذنا البروتينات، البروتينات، وكان المونيمر بتاعها يا جماعه اسمه حمض شطره اميني. طيب ما يهمنيش تركيب الحمض الدهني عشان ده صعب عليك شويه، لكن يهمني جدا 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 يا اسماء ويا شطار يا شباب يا احباب يا دكاتره انكم تبقوا عارفين رمز الجلوكوز عامل ازاي وتركيب الحمض الاميني عامل ازاي. تقول لي يا دكتور هو كان فيه في الاول كده ذره كربون، وانا عارف ان الكيمياء كويس ان الكربون تكافؤه رباعي، يعني يا دكتور بيمسك في اربع روابط تساهميه، كنا بنمسك فيهم يا دكتور اول حاجه مجموعه، يا حسرتها يا حسرتها على ما فرطته، مجموعه كربوكسيل سي او او اتش، مجموعه الكربوكسيل دي كانت حامضيه، حامضيه يعني حمضيه يا دكتور في المحلول، مجموعه اماين رمزها ان اتش 2، شطار يا شباب اشطر منها ماشي براحتك ماليش دعوه في امتحان واوائل ومسابقات براحتك يا اسماء على الاخر. ايه كمان؟ طب قولي كملي كده. بعد كده يا دكتور لا فوسفات دي ما كانتش هنا، فوسفات دي كانت في النيوكليتيد يا شاطره خلاص. طيب ذره هيدروجين، اخيرا يا شباب مجموعه الكايل ار، تحفظ ده زي اسمك يعني اسماء، تنسي اسماء دي خالص وتفتكر ده خلاص. يبقى يا دكتور ده كده تركيب الحمض الاميني، ده رمز السكر الاحادي. بالمره يا جماعه نرسم السكر الاحادي اللي هو السكر يعني الجلوكوز، كان عامل كده يا اسماء شكل كده هو سداسي خلاص عامل كده ماشي، هنا اوهيا وهنا سي 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 وهنا كمان سي خلاص، كل واحده معاها اتش او اتش اتش ووتش. تعرفي اسماء تقولي لي هي الكربونه دي خدت الاربعه بتوعها ولا لا؟ تعرفوا يا جماعه؟ اه طبعا خدتهم. فين؟ قال لك يا دكتور ادي واحده وادي الثانيه والرابطه الثالثه مع الاتش والرابطه الرابعه مع الاو. طب يا دكتور طب ما الاو تكافؤها ثنائي يعني تمسك برابطتين، اقول لك ماشي، ما هي ماسكه بواحده في الاو في السي وواحده في الاتش خلاص. طيب هنا سي اتش او اتش، هنا اتش او اتش، هنا يا جماعه برضو اتش او اتش، هنا يا اولاد اتش، اما هنا بقى سي اتش 2 او اتش. ده يا جماعه رمز السكر الاحادي مش اهم حاجه، او رمز الجلوكوز مش اهم حاجه، اللي يهمني جدا 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 اللي كمل معاك ان شاء الله لثالثه ثانوي رمز الجلوكوز والحمض الامين. طيب يا دكتور كده الكربوهيدرات اللايبيدات البروتينات، رابع جزيء عضوي كبير خدناه كان اسمه شطار يا اولاد، ها الاحماض النوويه صح كده؟ لا والله خدناه،
ورب الكعبه خدناه. اصل قلت لك يا اسماء الدي ان ايه والار ان ايه في المقدمه خالص صح ولا لا؟ حلو. والمونيمر بتاع الدي ان ايه او الار ان ايه كان اسمه دكتور نيو نيو كليوتيدا. عامله ازاي؟ عباره عن ثلاث مكونات بشكل اساسي. اولا يا دكتور سكر خماسي اسمه دكتور سكر الريبوز. مش فاكر يالا لما كنت بقول لك في السكريات الاحاديه البسيطه ان هم عباره عن جلوكوز جالاكتوز فركتوز ريبوز. الجلوكوز ده كان اسمه سكر العنب، الجالاكتوز ده كان اسمه سكر اللبن، الفركتوز ده اسمه سكر الفواكه، الريبوز ده سكر اللي بيخش في تكوين الار ان ايه. خلاص. طيب ده يا جماعه سكر الريبوز بس اسمه دي اوكسي ريبوز، مش مشكله قوي يعني في الدي ان ايه. تمام. ده السكر، سكر خماسي عنده هنا ايه كربونه كده، وبنعد على يمين الكربونه هنا يا دكتور كده عندي قاعده نيتروجينيه صح كده، عند الكربونه رقم ايه اكسجين دي، ماشي دي اكسجين. خلاص هنا عندي قاعده نيتروجينيه دي الكربونه رقم 1 2 3 4 شد الخمسه كده حط لي هنا فوسفات دي اوفور سالب 3 دي يا دكتور رمز النيوكليوتيد. خلاص يبقى دكاتره احنا كده رجعنا على الجزيئات البيولوجيه الكبيره، الكربوهيدرات اللايبيدات البروتينات الاحماض النوويه. انا يا دكتور ليه بدات البدايه دي يعني ليه؟ بص يا سيدي حضرتك اخذت الكلام ده في الترم الاول، كنت بصلي بس قرت متعصب ينفع كده اسمع مش تقولي لي طيب تنبهني. احنا يا جماعه اخذنا في الترم الاول الكلام ده، بعد كده اخذنا الخليه والتعدي والكلام ده كله. تمام. هقول لك برده مقدمه عن الخليه ان شاء الله مهمه جدا جدا جدا. كمان يا ولاد في الترم الثاني اخذنا بقى الوراثه والحاجات اللي كانت صعبه خالص دي، فما يهمنيش الوراثه والكلام ده كله. اللي يهمني جدا يا جماعه هو الكلام بتاع اولى ثانوي والترم الاول. ليه بقى؟ لان يا دكتور احنا لو هنتعشى مثلا اسماء النهارده فول، خلاص فمعايا طبق جميل اهو. خلاص طبق الفول ده اسماء فيه فول، فول بقى بالزيت الحار كده وشويه طحينه وحبه ليمون، يا سلام على المتعه. صح صح يا اسماء صح. ادي فول، فيا دكتور انا كده معايا فول صح كده، والفول ده عليه سمنه يعني عليه دهون صح كده. اول حاجه الفول ده سبحان الله يا جماعه ده عباره عن بروتين نباتي صح ولا لا؟ بروتين نباتي. تمام. طب عليه شويه سمنه او زيت، يبقى يا دكتور عندي زيت دي عباره عن ايه؟ لايبيدات صح كده. طيب سؤال بقى، هاكل الفول ده بالمعلقه ولا غمس بعيش؟ عيش يعني المفروض فيه خبز عيش. قال لك يا دكتور ده عباره عن كربوهيدرات. تمام. حلو جدا هذا الكلام. يبقى يا دكتور انا كده الوجبه بتاعتي دي وجبه متكامله، فسبحان الله اللي باكل طبق فول ومعاه عيش ومعاه بصلايه كل عناصر غذائيه كتير جدا جدا جدا. ماشي سبحان الله، عشان الفقير برضه ياكل ويتمتع يعني سبحان الله وياخد الحاجات اللي تقضيه. فيا جماعه دي كده وجبه انا خدت فيها بروتين وخدت فيها دهون وخدت فيها كربوهيدرات. السؤال هو جسمي اللي صنع هذه الحاجات ولا انا خدتها جاهزه؟ انا خدتها جاهزه جماعه، طالما انا حصلت على الغذاء جاهز فاسمي انا كده كانسان بتغذى تغذيه غير ذاتيه. لا 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 جماعه اول درس معانا او اول شابتر معانا اسمه التغذيه يا اسماء. عندنا بقى عمليات حيوان بتحصل كتير في جسم الانسان والحيوان، التغذيه، الهضم، الاخراج، عارفه التنفس الخلوي، الكلام ده كله، تمام؟ طيب من ضمن يا دكتور هذه العمليات عمليه اسمها التغذيه، التغذيه. يعني التغذيه؟ الانسان بيتغذى ازاي؟ الكائن الحي بيتغذى ازاي؟ النبات بيتغذى ازاي؟ فعندي يا دكتور علم اسمه علم التغذيه، قال لك يا دكتور ده العلم اللي بيهتم بدراسه التغذيه والطرق التي تتغذى بها الكائنات الحيه. سهلة؟ يبقى هو علم التغذية هو العلم الذي يهتم بدراسة الغذاء والطرق التي تتغذى بها الكائنات الحية. دكتور معلش دراسة الغذاء ماشي يعني هدرس مثلا الكربوهيدرات والبروتينات واللايبيدات والكلام ده كله. طيب ايه بقى الطرق؟ اصل في طرق يا دكتور، اصل حضرتك التغذية قد تكون تغذية غير ذاتية زي اللي انا قلتها او تغذية ذاتية. سؤال يا اسماء وسؤال يا شباب، هو النبات ده بياكل ازاي؟ تقول لي يا دكتور مثلا بيمص من التربة مية واملاح صح كده؟ كويس. هل ما هو ملح ده اكل؟ ولا الجلوكوز هو اللي اكل؟ محتاج بقى افكرك بحاجه، بس الاول اكد لك على ان انا قلت مثال عليا، لو انا باخد اكل جاهز مركبات بيولوجيه عضويه كبيره الحجم عاليه الطاقه معقده التركيب، قال لك يا دكتور انا كده بحصل على الغذاء بطريقه غير ذاتيه، انا باخده جاهز، باخد الاكل جاهز، اللحمه جاهزه، العيش جاهز، الكلام ده كله، صح يا اسماء؟ دي اسمها تغذيه؟ غير ذاتيه. طيب يبقى يا دكتور طالما في غير ذاتيه فاكيد في تغذيه ذاتيه. ما هي التغذيه الذاتيه؟ صلي بينا على النبي اسماء عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب التغذيه الذاتيه، هفكرك يا اسماء بحاجه احنا قلناها والله السنه اللي فاتت وكانت مهمه خالص، يعني مثال كده انا الحمد لله يعني بعتبر نفسي انا السباق اللي قلته اول واحد، ومثال مهم جدا جدا جدا. جماعه صنع الغذاء في النبات هدفه حاجه واحده بس بشكل اساسي، عشان بس ما حدش يقول لي في حاجه بشكل اساسي، ايه هي؟ تصنيع الجلوكوز.
جلوكوز. تعرف تقول لي يا دكتور العملية اللي بتصنع فيها الجلوكوز في النبات اسمها عملية ايه؟ سهلة، البناء الضوئي. البناء الضوئي، صح كده؟ كويس خالص. طيب سؤال يا جماعة، دكتور انا عشان اعمل مركب كبير، ركز كده، الجلوكوز ده اسمه رمزه C6H12O6، تعدي لي الذرات كده، 6 و 12 كام؟ و6 24، 24 ذرة. ده مركب كبير ولا صغير؟ كبير. يبقى يا دكتور ده مركب معقد. طيب معقد التركيب يعني فيه ذرات كتير، تتخيلي اسماء الطاقة اللي فيه عالية ولا لا؟ عالية. يبقى يا دكتور ده مركب عالي الطاقة، عضوي كبير الحجم. يبقى يا دكتور مركبات عضوية عالية الطاقة معقدة التركيب، زي مين؟ زي الجلوكوز. ده يا دكتور غذاء النبات. بيتصنع ازاي بقى يا اسماء؟ انا كانسان بتغذى تغذية غير ذاتية باخده جاهز. طيب النبات بقى اللي بتغذى تغذية ذاتية او البكتيريا اللي بتغذى تغذية ذاتية بتعمل ايه؟ عملية اسمها عملية البناء الضوئي. طيب دكتور عشان نصنع مركب معقد التركيب عالي الطاقة عضوي كبير الحجم لازم اجيب مواد اولية، صح كده؟ عشان اصنعها منه، يعني الكلام ده عشان اصنعه منهم. قال لك يا دكتور النبات بيمتص من التربة ال H2O والاملاح المعدنية وبياخد من الهواء CO2. مش النبات بياخد CO2 ويدينا O2؟ صح كده؟ بيستخدمه فين ده؟ في البناء الضوئي. دول كلهم يا جماعة عشان يحصل بناء الضوئي. طيب قال لك يا دكتور بيعمل عملية اسمها على الحاجات ده، هي عملية اسمها عملية البناء الضوئي. بناء ضوئي. قال لك يا دكتور هذا البناء الضوئي محتاج بقى انزيمات وكلوروفيل، يعني حاجه كتير كده هناخدها ان شاء الله في البناء الضوئي بالتفصيل، يعني ما يهمناش دلوقتي يعني خلاص. طيب جماعه هذه العمليه اسمها عمليه التغذيه الذاتيه. لا يا دكتور معلش كده وضح لي، هي عمليه الحصول على مركبات يا اسماء معقده التركيب عاليه الوزن الجزيئي عاليه الطاقه عضوية كبيرة الحجم من مركبات بسيطة التركيب منخفض الطاقة غير عضوية. تعرف تقول ايه؟ ايوة الذاتية هي الحصول، ده بيحصل في النبات، هي الحصول على مركبات ها حجمها كبير طاقتها عالية تركيبها معقد عضوية. يعني ايه عضوية؟ يعني بتحتوي على الكربون والهيدروجين. الكلام ده اولى ثانوي جماعة. المركب العضوي هو مركب يحتوي على الكربون والهيدروجين بشكل اساسي، خلاص؟ يعني اسمع لو قلت لك مثلا هي المية H2O مركب عضوي؟ لا. ليه؟ لان يا دكتور مفيش كربون. لو قلت لك مثلا يا اسماء هي CO2 مركب عضوي؟ لا. ليه يا دكتور؟ لان مفيش هيدروجين. NaCl مثلا مركب غير عضوي برضه. طيب عندك مثلا يا ستي HCl مركب عضوي؟ لا مش عضوي يا دكتور. طب يا دكتور ده فيه كربون؟ لا ده كلور يلا مش كربون. ها طيب ده يا دكتور مركبات غير عضوي. فجماعه معنى التغذيه الذاتيه هي عمليه حيويه يقوم بها الكائن الحي ذات التغذيه عن طريق او يتم فيها تحويل مواد يا اسماء غير عضويه، ماشي، أولية بسيطة التركيب منخفض الطاقة إلى مواد، نعكس بقى يلا ها، عكس غير عضوية عضوية، تمام؟ عكس أولية يا دكتور بقى معقدة أهي، عكس منخفض الطاقة يبقى دكتور دي مرتفعة الطاقة. زي إيه؟ زي يا دكتور البناء الضوئي، استخدام الماء والأملاح و CO2 اللي من الهواء الجوي في عملية اسمها البناء الضوئي لتكوين الجلوكوز في النبات، دي اسمها دكتور تغذية ذاتية. سهلة. يبقى معنى التغذية الذاتية سهلة جدا جدا، تحويل مركبات أو مواد غير عضوية منخفضة الطاقة أولية بسيطة إلى مركبات عضوية معقدة التركيب مرتفعة الطاقة. خلاص كده، زي استخدم ماء وملح صنع منهم جلوكوز في البناء الضوئي. طيب قبل ما نتعمق في الدرس بتاع النهاردة، هو درس النهاردة عبارة عن ايه يا شباب؟ بكل بساطة يا اسماء درس النهاردة عبارة عن هنعرف ازاي النبات بيمتص المية والملح من التربة، بس كده بس كده الدرس بتاع النهاردة بس كده، هو مش سهل بس ده الدرس خلاص. طيب قبل بس ما ننتقل ونشوف ازاي النبات يا جماعة بيمتص المية والملح من التربة، حابب بس اقول كلمتين كده على التغذية بقى الغير ذاتية. احنا قلناها برضو، يعني ايه تغذيه غير ذاتيه؟ العكس. قال لك يا دكتور دي كائنات حيه بتحصل على الغذاء بتاعها جاهز على طول بدون ما تصنعه هي جواه، يعني الخلايا بتاعتك بتاخد الكربوهيدرات جاهزه والبروتين جاهز واللايبيدات جاهزه، صح كده؟ طيب زي ايه؟ قال لك يا دكتور بتنقسم الى كائنات غير ذاتيه عضويه وغير ذاتيه رميه وغير ذاتيه طفيليه. طب يا دكتور معلش كده وضح لي اسماء، واحنا كنا قلنا في سنه اولى يعني ايه كائنات مترممه ويعني ايه كائنات طفيليه؟ قلنا ولا ما قلناش؟ فاكره؟ تعرفي تقولي لي؟ يلا يا شباب مين يعرف يقول لي؟ بسم الله. دكتور التطفل ده ماشي قولي يلا. ها
التطفل يا دكتور بيتم على الأحياء، يعني يا دكتور كائن حي بيعيش على قفا كائن حي تاني، وعندي ألفاظ مهمة جدا جدا لازم تكون عارفينها كويس. يا دكتور التطفل مثلا زي البلهارسيا بتيجي تعيش في بطنك، صح كده؟ أي دودة بتعيش في بطنك مثلا، ده اسمه تطفل، بتتطفل على كائن حي. ركز بقى عشان في كلمة مهمة جدا جدا جدا، لما يكون يا أسماء عندي كائن حي ويا شباب عندي كائن حي، بيعيش جوه كائن حي تاني او بيتغذى على غذاء كائن حي اخر، الكائن الحي الاخر ده مثلا يعني الانسان اسمه يا شباب العائل. اسمه ايه؟ العائل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك عندك بلهارسيا، خلاص، فالكائن الممرض هو البلهارسيا. مين العائل؟ الانسان، خلاص كده. طيب حلو جدا جدا هذا الكلام، ده اسمه العائل. بعد كده ان شاء الله بقى في ثالثة اقول لك يعني ايه عائل وسيط ويعني ايه عائل اساسي، خلاص، لكن ده ان شاء الله في ثالثه. خليك بس عارف يعني ايه كلمه عائل. طيب دي يا دكتور كائنات غير ذاتيه التغذيه، طفيليه، هل بتصنع غذائها؟ لا، ده بتعيش جوه كائن حي ثاني عشان يتغذى جوه اصلا من اكله، واخد بالك؟ طيب الرميه يعني اسماء، يعني كائن حي يا شباب بيتغذى على الاموات. سبحانك يا ربي، حضراتكم لما تموتوا ربنا يا رب يطول في عمركم يا شباب ويبارك فيكم يا رب، اللي بيموت يا شباب بيجي على الجثه بتاعته مثلا على طول بعد ما يموت حاجه اسمها يعني دبانه كده معينه بتحط بيض على جثته، خلاص، هذا البيض يا شباب يتحول بعد كده لحاجه اسمها لارفا او دود، ماشي. الدود يا جماعه بياكل الجثه، خلاص، ليه؟ عشان تتحلل، ما انت ما ينفعش تخليك سليم، يعني لو انت خليتك سليم باقي الاموات لازم تتحلل تبقى تراب، صح كده، اللي هيحللك الدود ده، خلاص. طيب بياكلك يعني، فيا جماعه ده اسمه كائن رمي. يعني ايه رمي؟ يعني بيتغذى على الاموات. هل ده ذات التغذيه؟ لا، بيتغذى على كائن حي عايش اهو او كائن حي ميت، تمام. طيب ده اسمه غير ذاتي رمي. طيب يعني ايه بقى يا دكتور غير ذاتي عضوي؟ ايه اللي حوالينا بقى شباب في الدنيا اللي عايش حوالينا في الحياه؟ قال لك يا دكتور منهم مثلا اكلات العشب، زي مثلا يا دكتور الخيل والخروف والنعجه والحاجات دي اسمهم ايه؟ اسمهم الاغنام، خلاص كده، الاغنام، الماعز، دي اسمها اكلات عشب. طيب اكلات اللحوم زي مين؟ زي الكلب، زي الديب، زي الاسد، زي النمر. طيب متنوعه، بياكل الاثنين، مين؟ انسان، تاكل انت شروقه اصلا بتبلع اي حاجه، صح، لحمه بتاكل، عشب بتاكل، عشب بتاكل عادي يعني، صح كده. فيا جماعه الكائنات غير ذاتيه التغذيه اما عضويه واما رميه واما طفيليه. طفيليه يا دكتور يعني بتغذى على كائن حي عايش زي حاجه اسمها البلهارسيا واحنا عارفينها، وحاجه كمان اسمها الهلوك يا شباب. طيب رميه يعني بيتغذى على كائن حي ميت جثه. طيب طفيليه يا شباب او عضويه منها اكلات عشب زي اللي احنا عارفينهم كلنا يا جماعه، الاغنام بقى والماعز والحاجات دي، واكلات لحوم زي الاسد والنمر والقطط والكلاب والكلام ده والديب، بعد كده يا جماعه متنوعه زي الانسان بياكل الاثنين. طيب يا دكتور يلا بينا بقى شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، نتعمق في الدرس بتاع النهارده الا وهو التغذيه الذاتيه. ولكن قبل ما نشوف يا جماعه ازاي بنمتص النوع الملح من التربه، تعالى نقرا كده الكلام اللي احنا قلناه بسرعه جدا جدا جدا. قال لك يا دكتور التغذيه هي الدراسه العلميه يا أسماء للغذاء والطرق المختلفة التي تتغذى بها الكائنات الحية، خلاص كده كلام سهل. قال لك يا دكتور أهمية الأكل إيه؟ يعني يا جماعة ليه بناكل؟ أول حاجة عشان طاقة، أنا لو مهبط مش عارف أتحرك مش عارف إيه، ليه؟ عشان ما أكلتش. فيا جماعة أهم مصدر للطاقة أكيد هو الكربوهيدرات، وعندي سؤال مهم جدا 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 النهاردة ليكي، ما هي عملة الطاقة في الخلية؟ ال اي تي بي، شاطره، تعرفي اختصار لايه؟ ادينوزين ثلاثي الفوسفات، يعني فيها عنصر ده مهم جدا النهارده، الفوسفات. خليكي فاكره الكلام ده كويس يا اسماء، اسالك كمان شويه، خلاص كده، حلو خالص. طيب يبقى يا دكتور اهميه الغذاء اول حاجه مصدر للطاقه اللازمه لاتمام جميع العمليات الحيويه. ايه كمان؟ قال لك يا دكتور الماده الخامه عشان تكبر. حضرتك بتكبر ازاي؟ عظمك بيطول وعضلاتك بتكبر ازاي؟ عن طريق تخزين البروتينات، الطاقة والكبر، صح كده، النمو. طيب تعالى يا دكتور بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم على التغذية الذاتية. قلنا يا جماعة انها تكون بها الكائنات ذاتية التغذية زي النبات يا جماعة، بيصنع غذاء بنفسه محدش بيأكله. تقول لي يا دكتور لا بس انا بأكله. لا انت مش بتأكله، انت بتحط له في الارض مية وملح بس، هو بياخدهم ويصنع الغذاء بنفسه. هل انت بتدي له مام جلوكوز؟ لا، هو اللي بيصنعه، تمام. فيا جماعة اسمه كائن ذاتي التغذية. طيب والتي تصنع غذائها بنفسها عن طريق تفاعلات كيميائية بتحصل فين؟ في عملية اسمها عملية البناء الضوئي، كويس خالص، تتم داخل خلايا النبات، ماشي يا دكتور، التي تحتاجها لبناء جسمها كالمواد الكربوهيدراتيه زي السكر والنشا والدهنيه والبروتينات. يعني يا جماعه النبات ده اهو بيصنع كربوهيدرات عادي جدا، بيصنع اسماء كمان البروتينات، بيصنع كمان اللايبيدات، كل حاجه محتاجه بيصنعها بنفسه عن طريق مواد اوليه من التربه. من مواد غير عضويه، يعني مش عضويه، ما فيهاش كربون وهيدروجين مع بعض، بنفسر كل كلمه يا شباب، اوليه يعني تركيبها اولي، بسيطه التركيب نفس المعنى تقريبا، منخفضه الطاقه. يعني يا جماعه السي او 2 مثلا، هو ده في طاقه؟ يعني في طاقه بس قليله. الجلوكوز مثلا C6H12O6، لا ده في طاقه كتير. هي الطاقه بتيجي منين؟ حد عارف يا ولد؟ يا دكتور الطاقه بتيجي من كسر الروابط التساهميه،
كسر الرابط يا اسماء ده بينتج طاقه. يعني الكلام ده يعني عندي مثلا فاكره اسماء لما كنا بنقول مثلا ان السي بتمسك في اربع حاجات باربع رابط تساهميه مثلا ماسكه في اتش، خلاص انا عايز طاقه من هذا المركب، اعمل ايه؟ كسر الرابطه دي هيطلع لك طاقه. طيب تكوين الرابطه، عارفه انت اكنك نازله السلم وطالعه السلم، بستهلك طاقه امتى؟ وانا طالع. ده مهم في الكيمياء خلي بالك. فتكوين الرابطه حلو، تكوين الرابطه بيعمل ايه؟ بيستهلك طاقه، لكن كسرها بينتج طاقه. خلاص حلو جدا. طيب تعالى يا دكتور، فحضرتك المواد اللي فيها طاقه عاليه دي المواد العضويه اسماء مش المواد الغير عضويه، فبقول لك يا دكتور بيحول المواد اللي هي غير عضويه اللي طاقتها قليله اللي بتاخدها من البيئه ميه وملح من التربه وسي او2 من الهواء وهي الماء والاملاح المعدنيه وثاني اكسيد الكربون وذلك باستغلال الطاقه الضوئيه للشمس، يعني كمان بتاخد الضوء من الشمس عشان تعمل تفاعل بناء ضوئي عشان تبني مركبات عضويه. مين بيعمل كده؟ مين بيتغذى تغذيه ذاتيه؟ النباتات الخضراء وبعض انواع البكتيريا. حلو جدا جدا هذا الكلام، دي المعادله اللي احنا قلناها شباب. طيب قلنا يا اولاد ان غير ذاتيه عضويه زي اكلات العشب الارانب والمشاوي والخيول والكلام ده، اللحوم القطط والكلاب والذئاب والنسور متنوعه زي الانسان. طيب غير ذاتيه روميه زي البكتيريا الروميه وبعض الفترات زي عفن الخبز وطفيليه زي البلهارسيا ونبات الهلوك. طيب تعالى يا دكتور كده نحل سؤال على المقدمه اللذيذه قبل برده ما نبدا التغذيه الذاتيه في النباتات. بسم الله، بيعرف لك برده الترمم والتطفل خلصناهم الحمد لله. بص بقى يا دكتور السؤال ده بقول لحضرتك، ده رقم واحد ده يا اولاد نبات اخضر اهو شايفه، ده يا جماعه نبات اخضر اهو شايفينه كده اهو، ده يا جماعه النبات الاخضر ده واقف لوحده يا اسماء ماشي. جالنا نبات ثاني اللي هو رقم 2 ده اسماء بيجي وراح عنده اهو ولف حواليه، يعني هو ده شبه ايه كده؟ اه بالظبط زي التطفل، ان يا دكتور كائن حي بيعيش على كائن حي تاني اسمه ايه؟ تطفل. ده ذاتي ولا غير ذاتي التغذيه؟ ده قطعا غير ذاتي التغذيه، ده رايح يتغذى على نبات تاني او رايح لحد تاني يساعده. تمام تعال نشوف بقى ماذا نستنتج من هذا الشكل. النبات واحد اللي هو اللي واقف ده يمثل العائل للنبات 2 ماشي، النبات 2 يمثل العائل نبات 1؟ لا العكس يا دكتور، ده واحد ده هو اللي واقف خلاص واثنين ده هو اللي بيجي عنده، يبقى دكتور واحد ده العائل واثنين ده هو الكائن الممرض او الكائن اللي بيعتمد عليه، يبقى يا دكتور عندي الف صح. خلاص النباتان واحد واثنين يتبادلان المنفعه؟ دكتور لا، اثنين ده هو اللي جاي ينتفع من واحد لكن واحد ده كان عايش في امان الله لا بيه ولا عليه ولا حواليه. النباتان واحد واثنين يصنعان غذائهما ذاتيا؟ قال لك يا دكتور لا، واحد ده بيصنع غذائه ذاتيا لكن اثنين ده بيتطفل، فيا دكتور ده غير ذاتي التغذيه. ده كلام محترم جدا 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 جدا. احنا قلنا شباب عشان بقى نعمل بناء ضوئي ونعمل تغذيه ذاتيه النبات يا اسماء بيعمل ايه؟ بياخد ايه من التربه؟ ميه H2O، بياخد كمان شويه املاح معدنيه هنعرفها النهارده ان شاء الله، وبياخد من الهواء CO2 صح كده؟ حلو. في عمليه البناء الضوئي يستخدم بقى الكلوروفيل وشويه انزيمات وضوء الشمس ومش عارف ايه الكلام ده، لسه جاي الدرس الجاي ان شاء الله، عشان يعمل لي اسماء الجلوكوز. مواد غير عضويه بسيطه التركيب غير معقده لماده عضويه معقده التركيب مرتفعه الطاقه، صح كده؟ كلام سهل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال بقى يا جماعه بتاعنا النهارده وبدايه الدرس صدقوني يعني مش عارف ازاي، ازاي اسماء بنحصل على كل دول؟ تقول لي يا دكتور والله انا بجيب الميه والملح منين؟ من التربه صح كده؟ طب وسي او2؟ من الهواء. خلاص اركن سي او2 على جنب دلوقتي، ناخد النهارده اسماء الميه والملح. عايز بقى اعرف ازاي النبات بيحصل له او بيعمل امتصاص للميه H2O وامتصاص للملح سي او الاملاح، يعني امتصاص الاملاح. خلاص بس عايز افكرك بحاجه الله يكرمك كده خدناها برضو في اولى ثانوي مع بعض، قصه حله المحشي ايه اللي بيحصل؟ فاكرها اسماء؟ اكيد فاكرها يعني سهله خالص. ده يا جماعه نبات تمام، وده فرع اهوت وفروع كتير وما شاء الله نبات مرعرع يعني، وادي يا دكتور الاوراق وادي يا دكتور الاوراق وادي الاوراق. كنت بقول لحضرتك ان الورقه دي هي ماما صح يا اسماء؟ طيب وعند حضرتك ده الجذر بتاع النبات اهو تمام؟ حلو خالص. وعندي يا دكتور في النبات حاجة اسمها أوعية، كان اسمهم إيه؟ إيه وإيه؟ خشب ولحاء، ده يا دكتور الخشب الأسمر ده. تمام؟ يعني رسم كروكي كده يا شباب. وده يا جماعة اللحاء اللي جنبه ده. الورقة دي هي المطبخ بتاع النبات، صح كده؟ بتاخد المواد الأولية العضوية الغير عضوية سوري البسيطة منخفضة الطاقة عشان تحولها لمادة عضوية مرتفعة اللي هي الجلوكوز، عمليه اسمها بناء ضوئي، ده اللي بيحصل في الورقه. طيب اذا يا اسماء انا محتاج اطلع لها مواد خام، محتاج اروح اشتري الماما من السوق كرنب وطماطم وتوابل وايه كمان ورز وحاجات المحشي صح كده؟ اه يا جماعه احنا بنجيب المواد الاوليه منين؟ من التربه. لسه بقول لك بقى H2O واملاح، مين بيمتصهم؟ الجذر.
بيبعتهم مع مين لحد الورقة؟ هل الجذر طلع لحد فوق؟ لا، بيبعتهم مع الخشب. يبقى إذن الوعاء اللي في النبات اللي بيحمل المية والأملاح من التربة لحد الورقة هو الخشب. كده يا جماعة وصلنا المواد الخام عند الورقة، عند ماما، عند المطبخ. طيب ماما صنعت الأكل، عملت الجلوكوز، عملت حلة المحشي، وبعدين بقى أعمل إيه؟ توزع على كل النبات. عندك أوراق فوق عايزة تاكل، وتحت عايزة تاكل، والساق عايز ياكل، والجزر عايز ياكل، كله عايز ياكل. مين اللي يوزع بقى؟ اللحاء. يبقى يا جماعة يجي زور اللحاء يقول لك يا دكتور هذا اللحاء يقوم بتوزيع الجلوكوز على كل أجزاء النبات. يبقى يا شباب الوعاء اللي في النبات اللي بيشيل الماء والملح من تحت لحد الورقة هو الخشب، اللي بيوزع الجلوكوز بعد ما تصنع على كل أجزاء النبات هو اللحاء. ده كلام محترم جدا جدا جدا. النهاردة بقى يا شباب بيفسر لحضراتكم إزاي النبات بيقدر يمتص المية والملح من التربة ويوديهم لحد الخشب. فتقول لي يا دكتور انا لازم عشان اعرف ازاي بيعمل كده لازم اعرف تركيب الجذر ده. اقول لك الله ينور عليك، عفارم عليك يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. تركيب الجذر اسمها سهله خالص. في البدايه كده يا جماعه عندي حاجه اسمها شعيره، تصغير ايه؟ شعره، شعيره جذريه. ليه سموها شعيره صغيره؟ لانها اصلا سمكها او طولها 4 مللي، صغيره خالص. تمام، شعيره جذريه يعني شعيره في الجذر، يعني شعره في الجذر. ايه القصه؟ بص يا سيدي، خد يا دكتور كده جزء من الجذر اهو، ده يا جماعه جزء من الجذر خلاص. هبدا اسماء اكبره، هنلاقيه عباره عن ايه؟ خلي بالك بقى، هو الجذر ده متصل مع ايه؟ مع الخشب، عشان لما يمص الميه يبعتها له، صح كده؟ فانا هبدا ارسم بقى. ده يا جماعه الجذر، اول حاجه يا اولاد، اول طبقه في الجذر بتكون عامله كده، اسمها اسماء خلايا البشره. خلايا الايه؟ مش انت عندك بشره وتحتها دهن وتحتها لحمه وتحتها عظم؟ النبات برضو عنده بشره وعنده حاجه اسمها قشره خلاص، دي اسمها خلايا البشره. دي بتكون يا جماعه خلايا بارانشيميه. تحت البشره يا جماعه حاجه اسمها خلايا القشره، القشره، القشره. يبقى يا دكتور عندي حاجه اسمها خلايا البشره وخلايا القشره، خلايا القشره، خلايا القشره. تمام، بعد كده يا اسماء هلاقي يا دكتور والله بعد كده الخشب اكيد، اوعيه الخشب صح، عشان لما البشره تمص الميه تبعت للقشره والقشره تبعت. حلو، اسالك سؤال واسالكوا سؤال يا جماعه، بس السؤال عايز ايه؟ تفكير سيكا. تتخيلي يا اسماء الملح تركيزه اعلى في البشره ولا في القشره؟ صح. ليه؟ عشان لما البشره تجيب الماء من التربه ده يعرف يشدها منها. ايه بقى قصه الشعيرات الجذريه؟ لما نجيب جذر يا جماعه بنلاقيه مشعب كده يا اسماء، يجي شعيرات جذريه كتير خالص، صح كده؟ حلو، الشعيرات الجذريه يا جماعه بتطلع منين بقى؟ شايفه البشره يا اسماء؟ يقول لك يا دكتور الشعيره الجذريه هي عباره عن استطاله لاحد الخلايا البارنشيميه لبشره الجذر. دي اسمها شعيره جذريه. استطاله، عارف يعني استطاله؟ تطول، لاحد الخلايا البارنشيميه لبشره الجذر. اهي دي اسمها يا اسماء شعيره جذريه. اهي شعيره جذريه. تمام؟ حلو خالص. طيب تركيبها مهم خالص. ليه؟ هي كانت خليه عاديه، فالخليه دايما يا جماعه فيها سيتوبلازم وفيها جدار خلوي، صح كده؟ طيب محتاج ارجع لك على الخلايا النباتيه، سوري معلش. جماعه الخليه الحيوانيه بشكل عام يا جماعه بيكون عندها حاجه اسمها غشاء بلازمي، بس دكاتره الخلايا النباتيه عندها حاجه زياده، الجدار الخلوي. ليه؟ لان يا جماعه محتاجه حمايه، انت عايشه في الطل، عايشه في الهواء. ده يا ولاد اسمه جدار خلوي، او اسمه التاني جدار سيليلوزي. كنت بقول لك عليه في اولى ثانوي كلام مهم جدا جدا جدا، لما خدنا يا جماعه السكريات المعقده في اولى ثانوي كنت بقول لحضرتك ان السيليلوز عباره عن جلوكوزات كتيره جنب بعضها، سكر معقد عباره عن جلوكوزات كتيره، وبيعمل الياف يا اسماء. مش فاكره لما كنت بقول لك ان لو حد عنده امساك ياكل الياف عشان مش بتتهضم، عشان ما عندوش سيليليز، عشان ينزل في البراز بيزيد حجمه ويعمل حمام، صح ولا لا؟ قصه مقرفه كده صح. طيب هذا السيليلوز يا جماعه مهم جدا جدا جدا. اول حاجه بيدي الجدار ده صلابه، اللي بيكتب ورايا بقى لثالثه ثانوي معلم خلاص، بيدي الجدار صلابه. ايه كمان بيدي يا دكتور الجدار؟ مرونه، يعني يخلي الجدار مرن. عارف اسماء النقز اللي بيلب جماعه؟ اللبه دي النقز ده جاي من ما يتكسرش. ليه؟ لانه في سيليلوز بيدي صلابه بس ما يتقطمش. ليه؟ لان كمان بيدي له شويه مرونه خلاص. طب الاهم بقى النهارده، الاهم النهارده ان هذا السيليلوز اللي بيكون الجدار الخلوي اسماء ماده غرويه. يعني ايه غرويه؟ يعني محبه للماء، اول ما تشوف ميه تشدها، لايبوفيلك. يبقى يا جماعه الجدار ده يقدر يشرب ميه؟ طبعا. يبقى يا جماعه اول حاجه عايزين نقولها النهارده ان هذا الجدار الخلوي يا اولاد يقدر يشرب ميه عشان فيه ماده اسمها ماده السليلوز، سكر معقد بيكون الجدار، اسمه جدار سليلوزي. بس كده؟ مش بس كده، ده يا جماعه الشعيره الجزيره دي اصلا وظيفتها في الدنيا انها تشرب ميه، فكل تركيبها يا اولاد قائم على انها تشرب ميه، صح كده؟ تعال نشوف. بسم الله، ده يا اولاد الجدار الخلوي بتاعها فيه سليلوز وبالتالي بتمتص الماء خلاص، بيتشرب الماء. هنقول ان شاء الله دلوقتي التشرب. طب تعالى بسم الله،
هنا أولاد حاجة اسمها فجوة عصارية كبيرة الحجم. فجوة عصارية كبيرة الحجم في الخلايا النباتية، تمام؟ وهنا يا جماعة حبة سيتوبلازم ونواة عادي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشعيرة الجزيرة شباب لها خصائص. أولا جدارها رقيق، عارفة رقيق؟ رقيق، عارفة رقيق خلاص. تاني حاجة إنها كثيرة العدد. هسألك أسئلة كتير دلوقتي، على كل حاجة علل. جدارها رقيق، كثيرة العدد، ماشي، محاطة بمادة لزجة، الفجوة العصارية داخلها محتواها من الأملاح مركز. جماعة معلش عايزين نحفظ أربع كلمات مهمين جدا 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 يا أسماء. رقيقة خلاص، كتيرة، لزجة، مركزة. يلا شباب، رقيقة، كثيرة، لزجة، أقولك رقيقة، كثيرة، لزجة، مركزة. رقيقة، كثيرة، لزجة، مركزة. رقيقة، كثيرة، اعمل زي رقيقة، كثيرة، لزجة، مركزة. رقيقة، كثيرة، رقيقة، ما ينفعش نرقص صح. طيب أول حاجة يا دكتور، يعني إيه بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده جدارها رقيق؟ يعني إيه؟ مش فاهم. هقول لحضرتك، هي الشعيرة دي وظيفتها إيه في الدنيا؟ تشد مية وملح. تخيلي بقى لو جدارها تخين، هتشد، هتسحب، هيعدوا، مش هيعدوا. يبقى يا دكتور لسهولة عبور الماء والأملاح من الجدار الى داخل الشعيرة الجزرية، ده يا دكتور بما تفسر جدار الشعيرة الجزرية رقيق. طيب تاني حاجة، كثيرة العدد. هو النبات ده عايز ملي ولا 2 ملي ولا كتير؟ ده في يا جماعة اشجار بالامطار كتيرة، فعايز ملي لترات كتيرة، صح كده؟ فيا دكتور لو عندي شعيرة جزرية واحدة هتمص 1 ملي، طب لو عندي 2 يمصوا 2 ملي، طب لو عندي 1000 يمصوا 1000 ملي. فيا دكتور كل ما العدد كتر كل ما، ركزي بقى كده، مساحة سطح الشعيرة الجذري او مساحة سطح الامتصاص زادت. ويا دكتور لما زود مساحة السطح بتاع الامتصاص كده انا زودت ايه؟ كمية المية اللي داخلة، صح كده؟ ده يا جماعة بما تفسر ان الشعيرات الجذرية كثيرة العدد. طب وبعدين؟ قال لك يا دكتور لزجة. سؤال يا اولاد، هي الشعيرة دي بتخش فين؟ بتتغلغل في التربة، والتربة دي خشنة ولا ناعمة؟ مش ملبن، ده خشنة، ده تراب، صح كده؟ ماذا لو هي جافة؟ يعني لو شفتك مشققه تحصل ايه؟ تعور، صح كده؟ طب لو حطيت لها زبده الكاكاو خليتها لزجه. فيا جماعه اللزوجه ده اهي بتساعد الشعيره الجزريه على التغلغل في ثنايا التربه. سبحانك يا ربي، حاجه اصلا مرئيه يا دوب بالعافيه فيها كل الكلام ده. بعد كده يا جماعه مركزه، مركزه دي يا دكتور هتاخدنا بقى لحاجه مهمه جدا 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 اسمها الخاصيه الاسموزيه. ركز معايا، هقول لك يعني مركزه، ما انا هقول لك اهو لسه هشرح اهو. هقول ايه اللي مركزه يا دكتور؟ هي ايه اللي مركزه؟ سؤال منطقي، هي ايه اللي مركزه؟ هقول لك ان الفجوه العصاريه، عارف يعني ايه فجوه عصاريه؟ يعني فيها عصير من جوه، يعني فيها ميه زائد املاح، خلاص. فبقول لك ان الفجوه العصاريه ده اهي المحلول اللي جواها مركز عالي التركيز. تقول لي يا دكتور انا مش فاكر يعني ايه محلول، اقول لك ما تخافش يا عم. بص يا سيدي حضرتك، المحلول بيكون عباره عن حاجتين، حاجه اسمها مذيب وحاجة اسمها مذاب. يعني من الاخر يا اسطى، مية بسكر، المية هي المذيب والسكر هو المذاب. والمذاب ده هو يا اسماء مهم جدا الكلام ده شباب، له تركيز في المذيب. يعني ايه تركيز؟ قال لك يا دكتور تركيز المذاب او تركيز المحلول يساوي كمية المذاب. يعني مثلا عندي يا جماعة هنا 5 جرام ملح، كمية المذاب مثلا 5 جرام على حجم المذيب، ولكن يا اسماء مثلا هنا 1 لتر او 2 لتر او 5 لتر عادي. يبقى هقسم مثلا ال 5 جرام كميه المذاب على حجم المحلول، يطلع لي يا دكتور التركيز كام؟ 5 على 1 5. 5 ايه؟ 5 يا دكتور جرام لكل لتر، ده اسمه تركيز المحلول. طيب ماذا لو انا معايا كوبايه سكر فيها 5 جرام وهي اصلا كانت لتر، كوبايه ماء بسكر كانت لتر، ماذا لو زودت كمان معلقتين سكر بقوا قد ايه؟ نفس اللتر يا اسماء، بقى فيه كام جرام؟ حطيت كمان 5 بقوا 10. تركيز المحلول ساعتها هيكون عامل ازاي؟ الملح قد ايه؟ 10، واللتر هو بقى كام؟ 1. يبقى يا دكتور كده التركيز بقى 10. فاسمها كده التركيز عالي ولا وطي؟ وطي، عالي، بقى 10 بدل 5. انا بختبرك بس خلاص. يبقى يا جماعه التركيز ده هو هيزيد كل ما الملح زاد في المحلول، تمام؟ يعني لو قلت لحضرتك بقى عندك يا دكتور ادي اناء فيه محلول او فيه مذيب ومذاب، خلاص؟ قال لك يا دكتور هذا الاناء يحتوي يا شباب على لتر، وده برضو يحتوي على لتر، ماشي؟ هنا يا جماعه فيه وليكن يعني 6 جرام ملح او 6 جرام سكر، هنا فيه 10 جرام سكر، اي المحلولين تركيزهما اعلى، 1 ولا 2؟ ده مش محتاج اسماء. يا شيخه يا شيخه، يعني اللي فيه 6 جرام سكر تركيزه اعلى من اللي فيه 10 جرام؟ اكيد الثاني.
التاني بتكلم على التركيز المحلول، التركيز يبقى اعلى فين؟ تقول لي يا دكتور التركيز اعلى في المحلول اللي فيه ملح اكتر يا شباب. تمام، حلو جدا جدا هذا الكلام، ماشي يا دكتور. فتعال بنقول يا جماعه بقى ان الشعره الجذريه اول حاجه شباب جدارها رقيق لكي يسمح بمرور المواد من والى او الى الشعره الجذريه اللي داخلها، يعني الفجوه العصريه كثيره العدد لزياده مساحه سطح الامتصاص بتاعه الماء والملح. بعد كده يا جماعه لزجه عشان تعرف تتغلغل في ثنايا التربه. بعد كده رد مركزه لكي يعبر الماء بالخاصيه الاسموزيه. يعني مركزه بقى يعني يا جماعه تركيز المحلول في فجوتها العصريه عالي. اسماء اسالك سؤال وجاوبي بفلاحي خالص، دي اسماء شعره جذريه ودي فجوه عصريه وهنا كده ترابي اسماء والفلاح راوي ميه H2O خلاص كده، وهنا فجوه عصريه تركيزها عالي، ايه اللي يحصل للميه اللي بره دي؟ تخش جوه ليه بقى؟ ليه؟ عشان جوه في ملح. الله ينور عليك. اهي اسماء عبور الماء، عبور الماء يا شباب من الوسط اللي فيه ملح اقل اللي هي التربه للوسط اللي فيه ملح اعلى اللي هي الفجوه العصريه اسمها يا شباب الخاصيه الاسموزيه. ما هي الخاصيه الاسموزيه؟ عبور الماء من الوسط ذو التركيز الاقل او الوسط ذو التركيز الاقل للاملاح الى الوسط ذو التركيز الاعلى للاملاح، وبالتالي يا جماعه الميه تعبر من التربه لحد الفجوه العصريه. هسال عليكي اكتر من كده بحبه يعني. بصوا يا جماعه، قال لك يا دكتور هذه الخاصيه الاسموزيه لازم يا اسماء عشان تحصل خاصيه اسموزيه لازم يكون عندي مذيب ومذاب. خلاص؟ يعني عندي ميه وعندي ملح. وبيحصل عن طريق حاجه اسمها الاغشيه شبه المنفذه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي يا دكتور الأغشية ثلاث أنواع. أغشية منفذة يعني بتعدي يا دكتور المية، بص كده هنا يا جماعة ماء وهنا ملح، بتعدي المية والملح. أغشية شبه منفذة تعدي المية وتحدد نفاذ بعض الأملاح. يعني مثلا تقول لك مثلا عدي الصوديوم والبوتاسيوم بس ما عديش مثلا الكالسيوم مثلا، يعني شبه منفذة. طيب عندك يا دكتور أغشية عديمة النفاذية، دي يا دكتور لا تعدي ميه ولا تعدي ملح. صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام، هنجيلها دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا ولاد، الخاصيه الاسموزيه تحصل عن طريق الاغشيه شبه المنفذه اللي بتعدي بسهوله الميه. قال لك يا دكتور لو انت عندك اناء كبير كده اهو، خلاص فاصلين واسماء كده اهوت من النص بغشاء شبه منفذ، يعني يعدي الميه عادي جدا. تمام؟ وهنا كان وليكن 2 لتر ميه وهنا برضو نفس ال 2 لتر ميه. انا جيت وسأسأت، يعني ايه سأسأت؟ يعني حطيت خلاص هنا 5 جرام ملح وهنا 10 جرام ملح، ايه اللي يحصل كده بالفلاح؟ ايه اللي يحصل؟ تتخيل ايه اللي يحصل؟ استنى يا دكتور، تعال كده نجيب التركيز ده، التركيز يا جماعه في المحلول ده اهو كام على كام يا اسماء؟ 5 جرام على 2 لتر يبقى كام؟ 2.5 جرام لكل لتر، خلاص كده؟ طب التركيز هنا كام على كام؟ 10 جرام على 2 لتر يبقى يا دكتور 5 جرام لكل لتر، صح كده؟ كويس جدا. يبقى يا دكتور هنا التركيز اعلى، ويا دكتور الخاصيه الاسموزيه هي حركه الماء من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى. ليه بقى؟ بكل بساطه يا جماعه عشان بس نخلص القصه دي، الميه والملح محدش يفرقنا عن بعض ابدا. فاكرة الفيلم؟ حدش يفرقنا عن بعض ابدا، ميه وملح بيحبوا بعض جدا، قصة حب لا تنتهي. ايه اللي بيحصل؟ الميه بتدور على الملح وتروح له. دي الاسموزية يا جماعة بكل بساطة. طيب تعالى يا دكتور، مثال آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا جماعة في لتر ميه وهنا لتر ميه، خلاص يلا يا أسماء. وهنا يا أسماء 3 جرام ملح وهنا 3 جرام ملح، إيه اللي يحصل؟ شاطرة. ده يا جماعة اسمه اتزان. اتزان. هنا يا أسماء أقدر أقول أن الاسموزية ايوه الله ينور عليك منعدمه. ليه بقى؟ لتساوي تركيز المحلول. بتعمل كده لتساوي تركيز المحلول. تعال نجيب التركيز هنا كده 3 على 1 ب 3، 3 على 1 ب 3 يبقى يا دكتور التركيز هنا قد هنا، في ملح زياده في حته؟ مفيش، يبقى يا دكتور الميه زي ما هي. يبقى يا شباب اذا تساوى تركيز المحاليل لا تنتقل الماء او لا ينتقل الماء من وسط لاخر، سهله الاسموزيه. طيب نصعب بقى شويه. بسم الله. لو هقول لك يا اسماء ارسمي لي علاقه بيانيه، بس ركزي الله يكرمك كده، بين زيادة الأملاح وهنا حاجة اسمها الضغط الإسموزي. الأول كده يا دكتور، يعني إيه ضغط إسموزي؟ تعال أقول لك. بسم الله. عارف حضرتك لما كنت بقول لك هنا إن المية هتروح من الوسط الأقل تركيز للوسط الأعلى تركيز؟ أيوة يا دكتور عارف. حضرتك الضغط اللي بيزق المية ناحية الملح اسمه الضغط الإسموزي. تاني بقى، إيه الفرق بين الإسموزية والضغط الإسموزي؟ الحركة نفسها اسمها حركة الإسموزية.
العمليه الحيويه اللي بتحصل اسمها او الخاصيه الفيزيائيه اسمها خاصيه الاسموزيه، لكن الضغط اللي بيزق الميه اسمه الضغط الاسموزي. على فكره بيضحكوا علينا اصلا، هي على فكره والله، بس لو اقول لك ضغط قول ضغط اسموزي، عمليه قول اسموزي. تمام حلو. بص بقى يا ستي، قلت لك هنا ان الاملاح على السيني والضغط الاسموزي على الصودي. يا اسماء الله يكرمك، جايب لي سيني وصودي، اغير مين الاول؟ اغير مين الاول؟ يعني ابدا بمين؟ اقول يا دكتور لما الاملاح تزيد ايه اللي يحصل، ولا اقول لما الضغط يزيد ايه اللي يحصل؟ ما هتفرق. السيني الاول، اشتغل على السيني في الفيزياء في الكيمياء في الاحياء في اي حته. ايه؟ الله ينور عليك دكتور. كل ما الاملاح زادت جوه المحلول اهو، كل ما الضغط الاسموزي يا دكتور جوه المحلول ده بقى زياده علاقه طرديه. تمام حلو خالص. طيب علاقه بيانيه بين، ركزي بقى، كميه الماء والضغط الاسموزي. ده محلول كان فيه لتر ميه و5 جرام ملح، تركيزه كام؟ لا ده ال5 جرام ملح على 1 يبقى 5، خلاص كده. طيب انا جيت وحطيت كمان لتر ميه، بقوا 2 لتر ميه، تركيزه كام بقى؟ 5 على 2 يبقى كام؟ 2.5. التركيز قل للنص. لما التركيز بتاع الملح قل للنص، الضغط الاسموزي قل للنص، لان الضغط الاسموزي ده هو تركيز الملح جوه المحلول. تاني، الضغط الاسموزي هو تركيز الاملاح جوه المحلول. فاذا هقول تاني، انت فاهمه ده صح؟ مش انا قلت لك يا اسماء لما الاملاح زادت الضغط الاسموزي زاد، علاقه طرديه؟ طب ماذا لو زودت الميه؟ عكس، الاملاح زي ما هي عندي 5 جرام ملح بس بدل لتر خليتهم 2 لتر. ايه اللي حصل بقى؟ لو معاك كوبايه ماء بسكر كان فيها لتر ميه خلاص، ونفس السكر ماشي، زودت ميه، اخبار السكريه ايه؟ تركيز السكر عمل ايه؟ قل، صح كده؟ يبقى يا جماعه لو زودت الميه الضغط الاسموزي بيقل، علاقه عكسيه. هقول لك بقى، اذا يا شباب هناك علاقه بينيه جميله، الضغط الاسموزي يتناسب طرديا مع الملح او السكر، يعني مع المذاب، وعكسيا مع الماء اللي هو المذيب. ده كلام مهم جدا 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 لثالثه ثانوي يا شباب. خلاص؟ يبقى يا جماعه ما هي الخاصيه الاسموزيه بكل بساطه عشان بس ما تهكوش؟ الخاصيه الاسموزيه يا شباب هي عمليه انتقال الماء من التركيز الاقل للمحلول، وحضرتك عارف ان انا اقصد بالتركيز الاقل ده تركيز الاملاح جوه المحلول، صح كده؟ الى التركيز الاعلى للمحلول. ده اللي احنا قلناه. طيب هو بقى قال لك في الكتاب، اسمع بقى عشان كده بقول لك العلاقات اللي فاتت دي، بقول لك بقى في الكتاب من التركيز الاعلى للماء الى التركيز الاقل للماء. دخلت ولا لسه؟ فاهمه يا دكتور؟ هو التركيز الاقل للمحلول ده يعني التركيز الاقل للملح. يبقى يا جماعه الملح قليل، لما الملح يكون تركيزه قليل يبقى الميه عامله ازاي؟ كتير عليه. طيب الى التركيز الاعلى للمحلول يعني الملح ده متركز جدا، يبقى الميه بتاعته قليله. خلاص؟ فاللي اقوله في الملح اسماء يعكسه في الميه. اذا الاسموزيه عمليه انتقال الماء من الوسط ذو التركيز الاقل للاملاح الى الوسط ذو التركيز الاعلى للاملاح. طب والميه؟ من الاعلى للميه للاقل للميه. خلاص؟ طيب اتمنى ان شاء الله تكون وصلت يعني وسهله. يبقى شباب دي حاجه اسمها شعار الجزيره، تعالى كده ايه نقراها بكل بساطه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك يا دكتور تركيب الشعار الجزيريه تعتبر يا دكتور، دي يا جماعه البشره هي ثم القشره، امتداد يا اولاد لاحد خلايا البشره، تبطن من الداخل يا جماعه طبقه رقيقه من السيتوبلازم. يا شباب ده السيتوبلازم كده وفي النواه طبعا، واهم حاجه طبعا يا جماعه الفجوه العصاريه. ليه اهم حاجه الفجوه العصاريه؟ عشان جواها العصاره، جواها الاملاح، جواها التركيز الاسموزي، جواها الضغط الاسموزي. خلاص؟ طولها حوالي 4 مللي، ماشي؟ لا يتجاوز يا جماعه عمرها بضع ايام او اسابيع. ليه يا شباب؟ حد يعرف ليه؟ ما هي عماله تتغلغل في التربه، اي نعم حواليها ماده لزجه بس برضو ليها اخر يعني، انت اصلا لو قعدت تعمل كده في التربه هتتعور، تخيل بقى دي سمكها صغير جدا جدا جدا، هموت خلاص. يبقى يا جماعه عمرها بضع ايام او اسابيع، ولكنها لحسن الحظ يا جماعه تعوض من خلال منطقه اسمها منطقه الاستطاله في الجزر، هنشوفها ان شاء الله كمان شويه، تمام؟ دي اسمها الشعار الجزري، مفهوم يا اسماء؟ طيب قلنا يا جماعه خصائصها انها اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم رقيقه، خلاص؟ كثيره اهي، رقيقه كثيره، تركيز المحلول عالي، يبقى يا جماعه مركزه، دي الاسكيما بتاعتنا، رقيقه كثيره مركزه ولزجه. رقيقه ليه؟ لتسمح بنفاذ الماء والاملاح خلالها. ليه كثيره؟ لتزيد مساحه سطح امتصاص الماء والاملاح. ليه مركزه؟ لكي تعمل على انتقال الماء من التربه اليها بالخاصيه اسموزيه. طيب تفرز ماده لزجه ليه؟ لتساعدها على التغلغل والانزلاق بين حبيبات التربه. بص كده على الجذر بسم الله الرحمن الرحيم، ده يا جماعه الجذر بتاع النبات اللي انت بتشوفه في الارض عادي، بتشد كده البصل او بتشد اي نبته تلاقي الجذر بتاعها، ده الجذر يا جماعه. بصوا كده، ده يا دكتور الجذر اهو، خارج منه ايه اسماء كتير؟ رفيعه ولا تخينه؟ رقيقه. كتيره ولا مش كتيره؟ كتيره. طيب جواها الفجوه العصاريه تركيزها
عالي عشان تشد المية. طيب والمادة اللي حواليها لزجة علشان تمنع الانزلاق. طيب تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك يا دكتور عند فحص الجذر النبات تجد انه يتكون من عدة مناطق هامة. يعني اقسم الجذر الارضي لمناطق. اول حاجة شباب منطقة الانقسام الخلوي. شباب عندي يا جماعة حاجة اسمها الخلايا الجذعية في جسم الانسان. دمنا كرة الدم الحمراء عمرها 120 يوم بس. بعد كده بتموت. مين بيعوضها؟ خلايا جذعيه في نخاع العظام. فاذا الخلايا الجذعيه لما اسمعها شباب يبقى هي خلايا عاليه الانقسام، هاي ميتوتيك ديفيجن. يعني ايه؟ يعني تنقسم انقسام ميتوزي عالي. يعني الخلايا اسمها بكل بساطه تقدر تدي خليتين واربعه وثمانيه وعشره وسته كتير، واخد بالك؟ طيب تعالى بقى بقول لك يا دكتور حضرتك لو مثلا يعني التربه كانت خشنه وفقدت حبه شعرات جذريه اقعد اندب والنبات يموت؟ قال لك لا، عندك منطقه في النبات اسمها منطقه الاستطاله بتعوض الشعيرات الجذريه التالفه. ليه؟ فيها خلايا تنقسم انقسام ميتوزي، سهلة خالص، أكن شعرك بيقع في خلايا تتجدد في راسك بتعمل شعر. سهلة؟ طيب، إن شاء الله تكون سهل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. منطقة الاستطالة وتقوم بتعويض الشعيرات الجذرية الممزقة من حل آخر، منطقة الشعيرات الجذرية وتظهر بها الشعيرات الجذرية كامتداد لخلايا الطبقة الببرية، زي ما قلنا يا جماعة إن في بشرة بعد كده قشرة بعد كده الأوعية زي الخشب، خلاص كده؟ طيب، الكلام اللي قلناه يا جماعة في المحاليل بقول لحضرتك المحلول هو خليط متجانس بين مادتين تذوب إحداهما تسمى المذاب في الأخرى تسمى المذيب. طب تعالى نحل، بسم الله. يقول لك الشكل المقابل يوضح قطاع عرضي في جذر نبات. ده أسماء قطاع في جذر نبات، إيه بقى الحاجات اللي خارجة دي؟ عارف يعني قطع عرضي؟ يعني الجذر اهو قطعته كده، تمام؟ يعني الجذر اهو قطعته كده، ببص من فوق بقى كده، تمام؟ هلاقي دايره وحواليها حاجات، ايه بقى الحاجات دي؟ يبقى يا دكتور ده اهي رقم 2 ده اهي، دي يا دكتور الشعيره الجذريه. خلاص؟ طيب، واحد ده ايه؟ ده الجدار بتاع الجذر من بره، الجدار، خلاص؟ طب ثلاثه، ايه اللي جوه الجذر من جوه؟ احنا قلنا بشره، قشره، ها، اوعيه، يا دكتور ده الخشب. تعال نشوف بسم الله اي الاجزاء التاليه يلعب الدور الاساسي في امتصاص الماء وايونات الاملاح. مين اهم حاجه بتمص في القصه دي كلها؟ مين اللي بيمص من التربة؟ طيب شوف السؤال رقم 2 بسم الله. ماذا يحدث اذا كان تركيز الماء في محلول التربه؟ شباب التربه يعني ركز بقى، تركيز الميه ما قالكش تركيز المحلول. لو قال لي اسمها تركيز المحلول يبقى بيتكلم على ايه؟ الملح، بيتكلم ساعتها على الملح. لكن لو قال لي تركيز الماء خلاص بيتكلم على الماء، يعني ما ينفعش اصلا اقول تركيز الماء، بس مش مشكله ده جاي في امتحان كمان خلي بالك. ها بقول لك يا دكتور دي كده شعيره جذريه وحضرتك ده كده التربه بتاعتها، ماشي؟ بقول لك بقى تركيز الميه في التربه اقل، يعني يا جماعه هنا مثلا ميه ميه وليكن 5 ملي ميه، تمام؟ اقل من الفجوه العصاريه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا مثلا 10 ملي ميه. تقدر تقولي الاملاح اكتر فين؟ طبعا هنا يا جماعه الملح اكتر. تقدر تقول لي مين اللي يشد الميه؟ التربة طبعا. يبقى يا دكتور تفقد الفجوه العصاريه الماء ويذبل او تذبل الشعيره الجذريه ويذبل النبات. ليه؟ لان الماء خرج من الفجوه العصاريه بالخاصيه الاسموزيه، لان تركيز الاملاح في التربه اعلى من تركيز الفجوه العصاريه. خلاص؟ طب يا شباب بعد ما عرفنا الشعيره الجذريه تعالى يا دكتور بقى نقول الحاجات السهله، احنا خدنا الصعب اللي هو الخاصيه الاسموزيه. تعالى يا دكتور نقول الحاجات السهله اللي هي اليه امتصاص الماء. بقول لك يا دكتور عشان الشعيره الجذريه اللي في التربه تمتص الماء يا اولاد عندها اربع خواص بتمتص بهم الماء. الاولى اسمها دكتور خاصيه الانتشار. الانتشار. الثانيه اسمها دكتور خاصيه النفاذيه الاختياريه. الثالثه اسمها الاسموزية. الرابعة يا جماعة اسمها خاصية التشرب. على فكرة احنا خلصنا التشرب على فكرة والله. ايه التشرب ده يا اسماء؟ مش احنا يا جماعة قلنا ان الشعيرة الجذرية ده ايه؟ محاطة بمادة غروية تمتص الماء. مش بس كده، ده كمان جدارها نفسه، ما هي خلية عادية، جدارها نفسه فيه سيليلوز، والسيليلوز ده مادة محبة للماء بتمتص الماء، ده التشرب. من الآخر يا اسطى التشرب ده زي المنديل يا اسماء. عارف المنديل اللي بننشف فيه؟ هو ايه ينشف العرق احسن، المنديل ولا الفوطه؟ لا المنديل. حط كده يشرب كل الميه، المنديل ناشف احسن. ليه بقى؟ لان المنديل ده بيصنع من السليلوز، ماده محبه للماء، ماده غرويه تمص العرق في ثانيه. خلاص؟ ده يا جماعه تشرب هنقول ان شاء الله تاني. طيب اسموزيه برضو قلناها. طب تعالى بقى يعني ايه انتشار؟ قال لك يا دكتور بكل بساطه انتشار ده يا جماعه معناها حركه الماء من الوسط ذو التركيز المرتفع للماء الى الوسط ذو التركيز المنخفض للماء. بس خلي بالك هنا مفيش ملح، هنا مفيش ملح. يبقى يا دكتور الانتشار معناه بص كده، دي كاسة مية أسماء فيها مية، حطيت فيها نقطة حبر مركزة، إيه اللي يحصل؟ ينتشر هذا الحبر في كل المحلول. يبقى يا دكتور ده بالنسبة لي الانتشار.
انتشار، يعني انتشار الماده من وسط ذو تركيز مرتفع لنقطه الحبر الى وسط ذو تركيز منخفض للماده المنتشره ده. مثلا الدكاتره ممكن في النبات يكون يقصد يعني ان الدكاتره لو الارض متعبيه ميه كتير خالص يا شباب، تخش جوه الفجوه العصاريه او تخش جوه الشعار الجزري عشان ما فيهاش ميه كتير، ده مثلا ممكن يكون الانتشار، لكن ده مش حاجه مؤثره قوي في النبات يعني. خلاص ده الانتشار، صح. تعالى نقراه كده. بقول لحضرتك ان الانتشار هي تحرك الجزيئات او الايونات من منطقه او وسط ذو تركيز عالي الى وسط ذو تركيز منخفض. خلاص سهل جدا. ويرجع ذلك الى الحركه الذاتيه المستمره لجزيئات الماده المنتشره. ايه اللي بيحصل؟ هو احنا يا اسماء لو معانا مثلا كوبايه شاي، كمان كوبايه شاي دي سخنه جدا، دي بارده جدا، ماشي، هنا معلقه سكر وهنا معلقه سكر، معلقه شاي، مين يبقى شاي اسرع؟ السخنه. ليه السخنه؟ لانها مغليه، والمغليه دي معناها ايه؟ معناها ان جزيئات حركتها الجزيئيه سريعه جدا 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 جدا، فتاخد السكر والشاي وتدبهم في جواها لانها اصلا بتتحرك بسرعه، لكن هنا بارده ما تتحركش اصلا او حركتها بطيئه فما تدوبش الحاجه بسرعه. فده معنى الكلام ان يا شباب الماده اصلا عندها حركه جزيئيه، يعني هي بتتحرك مع نفسها، فحطها في مكان لو التركيز ده مرتفع هينتشر فيه التركيز المنخفض لنفس الماده. تمام، كلام مهم جدا لثالثه شباب. الخلايا النباتيه يا جماعه ده اسمه غشاء بلازمي وده اسمه جدار خلوي. الغشاء ده يا ولاد زي بتاعنا، زي اللي في خلايانا، ماشي، عبارة عن طبقتين من شطرة الفوسفولايبيدات، طبقة محبة للماء وزيول كارهة للماء، أو رؤوس محبة للماء ده هي وزيول كارهة للماء. وكان فيها دكتور كده بوابات صوديوم شانلز كده وشوية بروتينات مش عارف ايه والكلام ده، ما يهمنيش قوي دلوقتي، لكن يا جماعة ده الغشاء البلازمي. خلاص ده يا شباب غشاء شبه منفذ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيعدي المية؟ بيعدي المية، بيعدي الاملاح مش كلها، بيعدي مثلا صوديوم، بيعدي بوتاسيوم، لكن الحاجه الكبيره العجله ما يعديهاش، يعني مثلا بروتين يعدي ما يعديش، سكر مثلا كبير يعدي ما يعديش، لازم بوابه معينه تعديه، هناخدها ان شاء الله بعد كده في الطب، يعني اسمها الجلوكوز ترانسبورتر 4، لازم انسولين يعديه كمان. خلاص مش قصتنا. فيا جماعه بيعدي المية شبه منفذ ده وبيعدي بعض الاملاح. خلاص طيب تعالى يا دكتور، بسم الله، ده اسمه جدار خلوي صح كده اسماء؟ او جدار سيليلوزي، ده بقى فاتحها على البحر، منفذ. عشان كده بقى قلت لك ان الشعار الجزريه ده الجدار بتاعها، ممكن اصلا يشد الماء لوحده. طبعا ليه؟ لانه عنده سيليلوز، والسيليلوز ده ماده غرويه محبه للماء صح كده؟ كويس، يبقى دكتور ده ممكن يشد الماء لوحده. ليه؟ لانه اصلا في من جوه الماده غرويه. حلو خالص. طيب تعالى يا دكتور، يبقى يا جماعه ده كده بالنسبه لي الماده اللي موجوده في الجدار الخلوي ده اسمه جدار او غشاء منفذ، بيعدي كل حاجه، ميه عادي، ميه ملح عادي، اي حاجه انت ممكن تعدي منه عادي. خلاص طب تعالى بقى، هناك بعض الخلايا النباتيه يا شباب عليها مواد اضافيه زي ايه؟ هقول لحضرتك، صلي بينا على النبي، تركيز من النار. عندي مثلا نسيج اسمه النسيج الاسكالارنشيمي والنسيج الكولانشيمي والنسيج البارانشيمي. جذور الخلايا مش كده بس، لا ده مرسب عليها ماده اسمها ماده اللجنين. اللجنين، طيب ده مرسب عليه ماده اسمها ماده السليلوز، يعني مش بس في الجدار، لا ده كمان عليه مترسب كمان سليلوز. طيب عندك خلايا في النبات اسمها الخلايا الفلينيه، فيها ماده اسمها ماده السيوبرين. خلاص الورقه دي سطحها اسمه البشره، بشره ثم قشره ثم ثم البشره يا جماعه عليها ماده اسمها ماده، دي خلايا البشره، عليها مادة اسمها مادة الكيوتين. ركز بقى معايا، أنا عارف إنك يعني إيه، مش عارف أنا بقول إيه، بس اتقل بس. جماعة الكيوتين والسيوبرين واللجنين مواد عازلة للماء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أسماء ده جدار خلوي، سيليلوزي عادي جدا، منفذ عادي، بمجرد ما حطيت عليه كيوتين كده أهو خلاص، لا حاجة تخش ولا حاجة تخرج، بالذات المية. مادة عازلة للماء. طيب دي خلايا نباتية، بمجرد ما بقى عليها فلين خلاص لا حاجة تخش ولا حاجة تخرج، مادة عازلة للماء. طيب دي خلية بمجرد ما بقت ملجننة خلاص أصلا ماتت. تمام؟ يبقى دي اسمها جدر غير منفذة. طب يا دكتور معلش بقى، النبات بتاعنا ده الجدار بتاعه منفذ ولا شبه منفذ ولا منفذ؟ أقول لك على حسب. على حسب إيه؟ على حسب المكان. يعني مثلا أسماء ينفع تقولي لي عندي شعيرة جذرية وعليها كيوتين؟ انت بتبقى عبيط واهبل. ليه؟ لان اصلا دي وظيفتها امتصاص الماء، استحاله يكون عليها ماده عازله، صح كده؟ صح. طيب عندي بقى الخشب اهو، ركزي بقى، هل ينفع الخشب ده اللي طالع فيه الميه لحد الورقه اللي جايب الطلبات من السوق ينفع يتسلى عليها في السكه؟
امك تنفخ صح كده. فالخشب اللي شايل الميه والملح لحد فوق ما ينفعش في السكه يسرب صح كده. فجدر الخشب يا جماعه خلايا ملجننه. يعني ايه ملجننه؟ يعني عليها لجنين ما تخرجش ما تسربش من الملح ده. سبحان الله. ده يا جماعه بالنسبه ليه الجدر الغير منفذه. طب تعال عندك مثلا في الانسان لا خلاياك انت غشاء بلازمي شبه منفذ. فشباب الاغشيه دي مش بقول لك مثلا الغشاء شبه منفذ تقول لي يا دكتور كده خلاص النبات كله اغشيته او الجدار بتاعه منفذ يبقى خلاص النبات كله. لا على حسب المكان اللي الخلايا موجوده فيه. ما هو في خلايا في الجذر، في خلايا في الخشب، خلايا في اللحاء، خلايا في البشره وهكذا. تمام. يبقى يا جماعه الاغشيه اما منفذه يا شباب تنفذ الماء والاملاح الاثنين مع بعض زي ايه؟ زي الجدر السليلوزيه. ليه؟ لان السليلوز ماده غرويه محبه للماء. طب تعال الغير منفذه لا تنفذ الماء يا شباب ولا ايونات الاملاح زي ايه؟ زي الجدر المغطاه. عد عندك بقى السيوبرين اللي في الخلايا الفلينيه، اكتب عندك الكلام ده مهم لثالثه، الكيوتين اللي في خلايا البشره بتاعه الورقه، اللجنين اللي موجود فين؟ في النسيج السكلرنشين. خلاص. طيب شبه منفذ يا جماعه بيسموها اختاريه النفاذيه، تنفذ الماء يا شباب وتحدد نفاذ كثير من الاملاح. احنا يا جماعه بتعدي الميه عادي، لكن الاملاح في حاجه تعدي حاجه ما تعديش. تمام. في عنصريه في المكان ده كويس. خلاص. تمنع نفاذ السكر والاحماض الامينيه، اي حاجه كبيره ما تعديش. تمام. زي ايه؟ الاغشيه البلازميه، اغشيه يا جماعه شبه منفذه رقيقه جدا ذات ثقوب دقيقه جدا. طيب هنا يا جماعه بقى بيعرف نظريه او خاصيه اسمها النفاذيه الاختياريه. معناها ايه؟ معناها دكتور بكل بساطه حاجه تعدي حاجه ما تعديش. ايه اللي بيعدي؟ الميه وبعض الاملاح. ايه ما يعديش؟ الاملاح والعناصر الكبيره اهو. هي خاصيه تحدد مرور المواد خلال الاغشيه انهي شبه المنفذه البلازميه. خلاص. فتسمح بمرور بعض المواد بصوره حره طليقه واخرى تمر ببطء، بينما تمنع نفاذ مواد اخرى حسب حاجه النبات. تعالى يا دكتور على الخاصيه الاسموزيه، سهله جدا جدا يا اولاد ومهمه جدا في ثالثه والله. يقول لحضرتك هي مرور الماء. بكل بساطه عشان نفهمها بسهوله يا شباب، بكل بساطه يقول لحضرتك ان الميه والملح محدش يفرقنا عن بعض. شاطر. ابدا خالص. ما تحب الملح ما تروح للملح، لازم غشاء شبه منفذ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا دكتور لو جبت اناء اهو وده غشاء عديم النفاذيه وهنا 1 لتر ميه و5 جرام ملح وهنا 1 لتر ميه و10 جرام ملح، تقول لي يا دكتور الميه بتعدي الملح كتير؟ لا ده الغشاء ده غير منفذ ما تعديش. يبقى شرط حدوث النفاذيه ان يكون الغشاء شبه منفذ عشان يعدي الميه. صح كده؟ طيب ماذا اسماء لو الغشاء ده بقى سؤال عالي يعني شويه. ماذا لو الغشاء اسماء؟ يعني مثلا هنا 1 لتر وهنا 1 لتر وهنا 5 جرام ملح وهنا 20 جرام ملح. الطبيعي لو الغشاء ده شبه منفذ اللي يحصل؟ الميه تعدي عند ال 20 من هنا لهنا، فالميه تزيد هنا وتقل هنا، صح كده؟ حلو. قلت لك بقى الغشاء ده غشاء منفذ. ايه اللي يحصل؟ كل حاجه تعدي في كل حاجه، الميه والملح يبقوا في محلول واحد. خلاص؟ يتساوى تركيز المحلولين يا جماعه هنا. يبقى يا جماعه الخاصيه الاسموزيه بقول لحضرتك هي مرور الماء خلال الغشاء شبه منفذ من وسط ذو تركيز مرتفع لجزيئات الماء، اهو اعلى في الميه بس اقل في الملح. اقل تركيزا للملح، الى وسط ذو تركيز منخفض لايه؟ للميه بس اعلى للملح. ده الاسموزي. خلاص. طيب الضغط اللي بيزوق الميه اسمه ايه؟ ضغط الاسموزي. حلو جدا جدا هذا الكلام. ماشي يا دكتور. الضغط الاسموزي هو الضغط المسبب لمرور الماء اهو خلال الاغشيه انهي شبه منفذه. يعني يا جماعه الموضوع سهل والله. يقول لك الاسموزي اقول له حركه الماء خلال الاغشيه شبه منفذه من وسط الكذا لوسط الكذا. قال لك الضغط قول له الضغط المسبب لمرور الماء. نفس الكلام بالظبط. تمام. لازم تقول الغشاء شبه منفذ طبعا، والذي ينشا عن وجود فرق في تركيز المواد المذابه في الماء على جانبي الغشاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك لازم عشان يحصل ضغط اسموزي ده الغشاء شبه منفذ يكون هنا تركيز الميه هنا مختلف عن هنا. ماذا لو تساوى التركيزين؟ مفيش لا ضغط اسموزي ولا في اسموزي، مفيش حركه للميه. تمام. وهنا اسمه اتزان او انعدام الاسموزي. ده كلام محترم جدا جدا جدا. طيب تركيز المواد المذابه في المحلول، الملح مثلا كل ما زاد اخبار الضغط الاسموزي جوه المحلول ايه؟ هيزيد، لان يا دكتور الضغط الاسموزي يتناسب طرديا مع الملح او السكر وعكسيا مع الماء. خاصيه المنديل سهله جدا جدا جدا. المنديل اكتب جنبها كده خاصيه المنديل. ايه اللي بيحصل؟ والله يا دكتور الجدار الخلوي بتاع الخليه النباتيه اللي ما عليهوش حاجه من بره لا كيوتين ولا سيوبرين ولا لجنين، هو جدار اصلا سيليلوزي. وحضرتك تعلم جيدا ان السيلولوز ده ماده قوليها غرويه محبه للميه. خلاص. نعمل ايه؟ شد الميه، شد الميه. سهل جدا. خلاص. فقال لك في مواد في النبات بتحب الميه زي ايه؟ السيلولوز اشهر حاجه مهمه جدا اللي في المنديل، حاجه اسمها البكتين، حاجه اسمها بروتينات البروتوبلازم. يبقى السيلولوز والبكتين وبروتينات البروتوبلازم. سهله سهله. طيب ايه اللي بيحصل؟ تمتص جدر خلايا النباتات
من خلال الدقائق الصلبة وخاصة الدقائق الغروية التي لها القدرة على امتصاص الماء فتزداد في الحجم وتنتفخ، وذلك من خلال خاصية التشرب. ايه هي المواد دي؟ سيلولوز، بكتين، بروتينات، البروتوبلازم. وده طبعا المناديل فيها سيلولوز. طب تعالى نحل بقى. بسم الله. ده يا جماعة محلول، يلا يا اسماء. محلول اهو. خلاص؟ المية بتاعته تركيزها يا اسماء 3%. الانبوبة دي او البالونة دي غشائها شبه منفس. يعني عندي مثلا برميل وحاطط فيه بالونه، بس الغشاء بتاع البالونه ايه؟ شبه منفذ، بيعدي الميه. تمام؟ حلو. تركيز المحلول جوه البالونه 1%، بره البالونه في الانبوبه او في البرميل 3%. من اين الى اين تتحرك الماء؟ تركيز الملح. تمام، يعني تركيز المحلول يعني تركيز الملح. حلو خالص. يبقى يا دكتور الميه تتحرك من جوه الانبوبه ده اهي، او من جوه البالونه ده اهي، للمحلول اللي بره. صح كده؟ يبقى من جوه البر. يبقى يا دكتور ما تتحرك من اللي فين؟ من صاد الى سين. ليه؟ لان تركيز المحلول في سين اعلى، تركيز الاملاح اعلى في سين، الميه تروح ناحيه الملح. يبقى يا شباب الميه تتحرك من صاد لسين بالخاصيه هين انتشار تشرب ولا اسموزيه؟ اسموزيه، من صاد لسين بالاسموزيه. حلو جدا جدا هذا الكلام. ماشي يا دكاتره، يلا السؤال اللي بعده. 2، الشكل المقابل يوضح قطع بطاطس طازجه. اهي دي حته بطاطس، انا والله جعان. ماشي خلاص. حفرنها كده من جوه وحاطين فيها محلول سكري مركز، يعني جواها ميه بسكر بس متركزه يعني. خلاص بسم الله. نقعناها اسماء في حاجه اسمها ماء مقطر. تعالى لي بقى، تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي. بسم الله يا ولاد. ده محلول وده محلول، او ده اناء وده اناء وده اناء. ماشي، هنا يا جماعه حطينا ميه بملح. قلبك بحر مالح، قلبي فيك سايح. هنا يا جماعه ميه بملح او ماء البحر. خلاص، ميه البحر عامله ازاي؟ ملحه، ملحها عالي، تركيزها عالي، صح كده؟ طيب هنا ماء من التكييف اللي بتنقل دي، ماء مقطر. عارفه لو دقتيها هتلاقيها، عارفه انت ما فيهاش املاح، ملهاش يعني، مش زي الماء العاديه. الماء العاديه فيها شويه املاح. خلاص، ده ماء مقطر. ده اسماء يعني تركيز الاملاح فيه قليل جدا، يعني تركيز المحلول ده قليل جدا جدا جدا. اول ما اقول لك ماء مقطر يبقى تركيزه من الاملاح قليل خالص. يبقى يشفط ميه من حاجه ولا يدخل ميه لحاجه؟ يشفط ازاي؟ ما فيهوش املاح، الميه تمشي منه للوسط التاني. خلاص، عشان اي حاجه تتحط فيه تتسقسق فيه هيكون تركيزها من الاملاح الى حد ما عالي شويه. تمام؟ طيب هنا يا جماعه محلول ملحي، محلول مكتر، هنا محلول يساوي او مساوي لتركيز المحلول اللي هتحط جواه. تعال نشوف الثلاث حالات. بسم الله. هنا خليه من خلايا البطاطس تركيزها 3%، وهنا بطاطس تركيزها 3%، ونفس الكلام برضو تركيزها 3%. خلاص، المحلول ده تركيزه من بره 3% برضو حوالين البطاطس يعني. هنا تركيزه تقريبا 0 او 1 لانه مقطر، صح كده؟ هنا تركيزه 10. يلا اسماء، ايه اللي يحصل في الثلاثه؟ هنا ايه اللي يحصل؟ ولا اي حاجه. ليه؟ هنا يا دكتور حصل اتزان بين المحلول وقطعة البطاطس. ليه؟ لتساوي تركيز المحلولين. طيب هنا يحصل ايه؟ لا، عايزك تقول لي الخليه تنتفخ ولا تنكمش. طب تعال نشوف كده، تركيز المحلول جواها كام؟ 3، وبرها كام؟ اللي يحصل تشد ميه يا شباب. يبقى يا دكتور هنا الخليه تنتفخ، بطاطسها تكبر. ماشي، طيب هنا حصل ايه؟ تركيز بره عالي، جوه قليل، يشفط منها الميه تنكمش. يبقى اوعى تنسى لما اقول لك ميه البحر تركيزها عالي، ميه مقطر تركيزها قليل. خلاص، مساوي، ما يحصلش اي حاجه. تعال بسم الله. هنا يا ولاد، اللهم صل على محمد، يقول لك ايه؟ دي بطاطسايه جواها محلول ومحطوطه فين؟ في ماء مقطر. تعال نشوف بقى السؤال. يقول لك قطعه بطاطس طازجه تحتوي او تحوي داخلها محلول سكري، ركزي بقى، جواها محلول سكري مركز في املاح او في سكر كتير، تم وضعها في كاس بيها ماء مقطر اهو. ايه اللي يحصل لها؟ يعني لحد دلوقتي ايه اللي يحصل لها؟ صح، تنتفخ، يبقى حجمها يزيد. تمام؟ اي الاشكال التاليه يوضح نتيجه التجربه بعد 24 ساعه. شايفه هنا الميه لحد فين في الكاس؟ صح كده؟ وهنا الميه لحد فين في البطاطس؟ المفروض ان احنا حطيناها في ميه مقطره، يبقى هي هتمص الميه. يبقى الميه جوه البطاطسايه هيحصل لها ايه؟ تزيد، وفي المحلول تقل. هنا حصل كده؟ ده الميه هنا جواها قلت فهنا كشت، لا. طب هنا حصل كده؟ هنا ما حصلش حاجه. نفس مستوى الميه، نفس مستوى الميه، ما حصلش حاجه. طب هنا؟ ده هنا المحلول يعني بقى فيه ميه اكتر. غلط. طب بص هنا كده، البطاطسايه اتملت ميه والمحلول بقى فيه ميه قليله. دي الاجابه، لان دي كانت ميه مقطره يا شباب، فتركيز المحلول في البطاطس اعلى، شفط الميه من المحلول او من الكاس.
مفهوم؟ طيب أتمنى تكونوا فاهمين إن شاء الله. طيب تعال، فاهمة؟ تتميز الشعيرات الجذرية في نباتات الأراضي الملحية والصحراوية. عارف أسماء المشكلة في الصحراء إيه؟ المشكلة في الصحراء إن إحنا لو زرعنا النبات فيها ممكن نروي عادي، لكن الأرض لو هي أصلا أرض صحراوية عنيفة هتموت النبات. ليه؟ لأن ملحها عالي، أرض مملحة. صح؟ إحنا رايحين مثلا الساحل الشمالي، نفسك تروح صح؟ إحنا الساحل الشمالي مثلا في ملاحات على جنب الطريق، فيها زرع؟ استحالة. ليه؟ لأن لو فيها زرع المية فيها ملح عالي، يشفط المية اللي جوه النباتات، يكش يموت. تمام؟ دي الفكرة. طيب بقول لك بقى، تتميز الشعيرات الجذرية في نباتات الأراضي الملحية والصحراوية اللي أصلا تربة مش كويسة بضغوط اسموزية مالها عاملة ازاي؟ يعني الشعيرة الجذرية اللي موجودة في الصحراء أو اللي موجودة في تربة ملحية عاملة ازاي؟ تركيز الملح جوه عامل ازاي؟ طبعا عالي جدا، ده هي عايشة أصلا في الملح، بتمص ملح على طول. تمام؟ يبقى عالية في كليهما. ليه؟ لأن الصحراء ما فيهاش مياه كتير، فتركيز الملح جوه الفجوة العصارية عالي، والأرض الملحية أكيد هيعدي برضو شوية ملح للفجوة العصارية، هيحصل نفس الحاجة. تمام؟ طيب بعد اللي قلناه ده أسماء، تعرفي تقولي لي ثلاث طرق الشعيرة الجذرية تمص بيهم المياه؟ طب استني انت، قولوا انتوا الاول يا شباب، يلا في الكومنتات. اول حاجه وقف الفيديو وقول لي في الكومنتات. طب قولي طب قولي يلا ثلاث طرق بيمتص بيهم النبات عن طريق الجذر الميه. تركيز الفجوه العصاريه عالي، يبقى يا دكتور هيمتص الميه بخاصيه اسمها الخاصيه الاسموزيه. طيب ايه كمان؟ الجدار ده جدار سليلوزي. قولي يا بت. يبقى هيمتص الميه بخاصيه اسمها خاصيه التشرب. كمان يا دكتور بيحوط الشعيرة الجذرية مادة غروية عشان تساعد في امتصاص الماء برضو بالتشرب. طيب تعال يا دكتور نشوف رسمة جميلة جدا 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 يا شباب في كتاب الامتحان للشعيرة الجذرية. ده يا جماعة الجذر نفسه اللي انت بتمسكه في ايدك، ده خارج منه ايه؟ شعيرة جذرية. ده تكبير الشعيرة الجذرية، سبحان الله. ده يا جماعة فرع من الجذر اهوت، خلاص. دي خلايا البشرة الأولى اهي اللي بره خالص، تمام. خلايا القشرة اللي جواها، وده الخشب اللي بيحصل ايه؟ دي التربة، امتص المية شعيرة جذرية إلى البشرة ثم إلى القشرة ثم 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 إلى الخشب. الخشب يطلعه فين؟ عند الورقة. واضح؟ ده كلام ممتاز. طيب إيه اللي حصل؟ حصل استطالة. بص كده اللي حصل، استطالة لأحد خلايا البشرة بهذا الشكل عشان تعمل شعيرة جذرية. أهو استطالة أهي رقيقة وتركيزها عالي عشان تمص الماء والأملاح. كده دكتور إحنا قلنا إن النبات إزاي بيمتص المية H2O. الدور على مين؟ الدور على الاملاح المعدنيه. ايه ده يا دكتور، هو النبات محتاج املاح؟ طبعا يا باشا. تعال اقول لك بقى ايه هي الاملاح اللي النبات بيمتصها. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا دكتور حضرتك النبات بيمتص حبه املاح خطيره، حاجه يا جماعه اسمها مغذيات كبرى، حاجه اسمها مغذيات صغرى. ركز في السكيما عشان تحفظهم، عشان استحاله تحفظهم من غير سكيما. انت يا اسماء دخلتي عليا من شويه، قولي اه ولا لا، لقيتيني عمال بكبس في الكالسيوم والمغنيسيوم. حصل ولا ما حصلش؟ حصلش. طيب حصل، يعني اعتبريه حصل، ماشي؟ يبقى يا جماعه انا كنت من شويه عمال بكبس انا واسماء، نكبس في الكالسيوم والمغنيسيوم. ايه ده؟ هقول لك. بص يا سيدي حضرتك، الان اللي في نكبس دي نيتروجين، خلاص. الكي رمز ايه؟ بوتاسيوم. شطرة فوسفور، مهم جدا الفوسفور ده على فكرة. والاس كبريت اس. الحديد اكيد مهم جدا جدا جدا. الكالسيوم اكيد، مغنيسيوم. دي يا جماعة اسمها مغذيات كبرى مهمة. ينهر ابيض ينهر، تعال عد على كل حاجة كده. نيتروجين ده اسماء بيعمل املاح في التربة اسمها املاح النترات. عارف النترات دي؟ عارفة الكيماوي اللي بنحطه للزرع؟ نترات NO3. مش اخدت الـ NO3 صح؟ ال NO2 ده النيتريت والنترات NO3 صح كده؟ فدي اسمها املاح نترات، مهمه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ الورقه بتصنع ايه في البناء الضوئي؟ جلوكوز صح كده؟ طيب هو النبات ده فيه بروتين؟ امال الفول بتعمل ازاي؟ انت النهارده مميزه خالص. طيب اذا يا دكتور انا عايز اعمل بروتين صح كده؟ طيب يبقى يا جماعه عايز احول الجلوكوز ده لبروتين، اعمله ازاي؟ ما هو اصلا نفس التركيب حضرتك، ده CHO كربون هيدروجين اكسجين، ده برضو CHO بس زود عليه اسماء النيتروجين. يعني هجيب منين النيتروجين ده؟ من نترات. فاذا النيتروجين مهم جدا 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 في صناعه او في بناء البروتين في النبات. البوتاسيوم مهم جدا يا شباب، الثمره نفسها. عندك مثلا المانجا مليانه بوتاسيوم. عند حضرتك بقى الفوسفور جدا 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 مهم. ليه بقى؟ لان حضرتك الفوسفور ده بيخش في مركب اسمه ادينوزين تراي فوسفات صح كده؟ الاي تي بي ده يا باشا فيه ثلاث مجموعات فوسفات بي او 4،
خلاص كده. ده شباب مصدر الطاقه في الخليه، ده عمله الطاقه في الخليه عامل ازاي. ده شباب حاجه ادينوزين كده، وعنده يا جماعه فوسفات بي او 4، فوسفات بي او 4، فوسفات بي او 4. ايه الفكره؟ بجيب منه طاقه ازاي؟ فاكره بعمل ايه؟ بكسر ربطه، بيتحول لايه؟ لادينوزين ثنائي الفوسفات بي او 4 خلاص زائد فوسفات بي او 4. الربطه اللي اتكسرت دي الطاقه، ده بقى اسمه اي دي بي زائد بي. اذا يا جماعه المعادله بتاعت الطاقه اي تي بي سهم يتكسر ل اي دي بي زائد بي زائد طاقه، دي الطاقه خلاص. حلو خالص. طيب تعالى يا دكتور، يبقى يا جماعه كده الفوسفات مهم طبعا مهم. طب الكبريت؟ قال لك يا دكتور الكبريت برضو مهم عشان بيستخدم في هو مع النيتروجين يعني، والكبريت بيصنع الكبريتات اس او 4 اللي بتخش برضو في تحويل الكربوهيدرات لمركبات اخرى في النبات. خلاص. طيب الحديد ده مهم جدا جدا جدا، اول شابتر ان شاء الله يا جماعه في ثالثه ثانوي اسمه الحديد في الكيمياء، يعني معادلات بالهبل يجي 50 معادله. طبعا الكالسيوم والمغنيسيوم مهمين جدا 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 في النبات، دي يا جماعه اسمها مغذيات كبرى. تمام، تعال نشوفهم كده، النيتروجين، الفوسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم، الكبريت، المغنيسيوم، الحديد. دول يا جماعه مهمين جدا زي ما قلنا. اول حاجه يا اولاد تعمل املاح النترات، جايه منين اسمها النترات دي؟ نيتروجين صح كده، والفوسفات جايه منين؟ من الفوسفور، والكبريتات جايه منين؟ من الكبريت، على تحويل الكربوهيدرات الى بروتينات. ايه كمان؟ يدخل الفوسفور في بناء الاي تي بي اسمه اي تي بي، يبقى في فوسفور. خلاص، يدخل الحديد في تكوين بعض الانزيمات المساعده في البناء الضوئي. ده يا جماعه اسمها مغذيات كبرى، النبات محتاجها بصوره اساسيه مهمه جدا جدا جدا. طيب تعالى يا دكتور على المغذيات الصغرى، وعشان تفهمها خليك محب شويه يا نون، خليك محب شويه. تعال نشوف، بسم الله. الخاء يا اولاد ده خرصين اهو، اللام الومنيوم، اليه يود، الكاف كلور. طيب الميم منجنيز مولبيدينم، الحاء يا شباب النحاس، والباء البرون. خليك محب خليك محب خليك محب، واعملها كده بسهوله واحفظهم بسهوله ان شاء الله. الخاء خرصين، اللام الومنيوم، اليه يود، والكاف كلور، الميم يا شباب منجنيز ومولبيدينم، والحاء النحاس، والبه يا شباب البرون. دي يا جماعه مغذيات صغرى. اقول لك يا دكتور تعمل بعضها كمنشطات للانزيمات، يعني الكلام ده يعني حضرتك مثلا لو عندك تفاعل اكس زائد واي بيدي حضرتك والله زد، فيا جماعه هنا كده انزيم بينشط التفاعل، حضرتك هذا الانزيم اللي بينشطه مثلا عنصر من هؤلاء العناصر. بصوا يا جماعه، اللي خلص الميه وعرف امتصاصها بسهوله هيعرف امتصاص الاملاح سهل جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه صلوا بينا على النبي، بقول لحضرتك والله اليه امتصاص الاملاح المعدنيه برضه يا جماعه عندي الانتشار، انتشار بقى سهل يعني انتشار اسماء. عندي مثلا كميه املاح موجوده بنسب عاليه على جانب احد الاغشيه، هتعدي من الغشاء ده شبه منفذ مثلا على الجنب الثاني. ليه؟ عشان نسبتها على الجنب الثاني اقل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ده الغشاء البلازمي بتاع الخليه، لو قلت لحضرتك مثلا ان البوتاسيوم بره وليكن 5000 تمام، والبوتاسيوم جوه وليكن 1000، تعدي منين لفين؟ من بره لجوه بخاصيه الانتشار، لانها بره اكتر من جوه صح كده؟ ده اسمه انتشار. خلاص يبقى يا جماعه ده اسمه انتشار. نفاذيه اختياريه نفس الكلام، عند حضرتك والله ده غشاء بلازمي ممكن يعدي الصوديوم ويعدي البوتاسيوم مثلا بالتبادل مع بعض كده، لكن ما عديش الكالسيوم، ما عديش الجلوكوز، دي اسمها ايه؟ نفاذيه اختياريه. خلاص؟ طيب بعد كده اولاد النقل النشط هو ان شاء الله، بس بعد ما نقرا الكلام ده، تعال نقرا كده الانتشار، بسم الله. يقول لحضرتك تنتشر دقائق الذئبات، يعني يا جماعه ايونات العناصر، عارف اسماء العنصر ده الايون بتاعه؟ اما اسمه كاتايون واما اسمه انايون، عارف انت الكاتيون والانيون خدتيه في الكيمياء؟ يعني ايه كاتايون؟ او يعني ايه كاتيونات؟ موجبه، زي الكي موجب والسي اي موجب 2. طب يعني ايه انايون بقى؟ سالب، زي ايه؟ زي اس او 4 سالب 2 وان او 3 وسي ال سالب وهكذا. يبقى يا جماعه ده اسمه كاتاين اناين. يبقى يا شباب عشان العنصر يعدي على او يعدي من غشاء لازم يكون متأين، اما كاتاين موجب واما اناين سالب. طب تعالى، تتحرك دقائق الذئبات، يعني الكلام ده؟ يعني العناصر يعني او الايونات بالانتشار بنفس الكلام بالظبط من محلول التربه يا اسماء اللي فيه املاح عاليه انا اللي بحطها اصلا ماشي، او ربنا خلقها في التربه يعني، الوسط الاعلى تركيزا خلاص لايه؟ للايونات دي، نافذة داخل الجدران السليلوزية بتاع الشعيرة الجذرية اكيد، الوسط الاقل تركيز. ليه؟ لان الملح جوه اقل، الملح في التربة اعلى فتعدي من بره لجوه. خلاص، نتيجة الحركة المستمرة للايونات الحرة. سهلة؟ هي اصلا بتحرك خلاص، بس في التربة كتيرة، في الشعيرة الجذرية قليلة، تخش الشعيرة الجذرية. الجذرية مش الجذرية. طيب، قد يحدث تبادل للكاتيونات عبر غشاء الخلية، فمثلا يخرج الصوديوم من الخلية ويدخل بدلا منه البوتاسيوم. هقول لكم يا جماعة مثال حلو جدا جدا جدا.
الكلى بتاعتنا شباب عامله كده خلاص، جواها حاجه اسمها النفرون، عندي حاجه اسمها محفظه بومان ماشي كده اهوت، انبوبه ملتفه قريبه، ثانيه فينال، انبوبه ملتفه بعيده، وانبوبه مجمعه خلاص، ده اسمه النفرون يعني. كل كلى فيها مليون من ده. عندي هرمون ان شاء الله في ثالثه اسمه هرمون الالدوستيرون. الالدوستيرون بيعمل ايه؟ بيقول لك يجي على النفرون يقول له يا نفرون يا كلية، تقول له نعم يا حبيبي، يقول لها حبيبتي عايزين نرجع الصوديوم للدم عشان الواد ده ما اكلش اكل مملح النهارده، فالصوديوم اللي عندك كده ما ترمهوش. تقول له بس كده عينيا الاثنين، بس عندي كده طلب، انا هرجع لك الصوديوم بس لازم ارمي حاجه في البول يزعل مني. الكلية تقول البول يزعل، ما ينفع ينفع اسمع، اصل الكلية والبول كده هي اللي بتعديه، فالبول يزعل صح كده؟ تقول البول هيزعل عايز حاجه ارميها له، يقول لها خلاص خد البوتاسيوم عندنا منه كتير، يبقى يا جماعه هياخد الصوديوم للدم ويرمي البوتاسيوم في، سبحانك يا ربي، يرمي البوتاسيوم في البول. ده ايه؟ ده تبادل للعناصر، نفس الغشاء شباب، يرجع الصوديوم ويرمي البوتاسيوم خلاص. طيب ده يعني ده بفهمك بس يعني ايه ممكن حاجه تعدي قصاد حاجه، تبادل منفعه يعني. خاصيه النفاذيه الاختياريه نفس الكلام هناك، عندما تصل الايونات الى الغشاء البلازمي شبه المنفذ، ده يا باشا بمزاجه يعدي حد وما يعديش حد، باي اماره براحته، ربنا قال له كده، ربنا اداله الامر تمام، يختار بعض هذه الايونات تعدي صوديوم بوتاسيوم خلاص ويسمح لها بالمرور، بينما لا يسمح لايونات اخرى وذلك حسب الحاجه. يعني النبات محتاج النهارده صوديوم هعدي لك الصوديوم، مش محتاج بوتاسيوم مش هعديه النهارده، فاهم حاجه؟ طيب حسب الحاجه بصرف النظر عن حجم الايونات وتركيزها وشحنتها خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اخيرا يا اولاد اخر حاجه معانا النهارده خاصيه النقل النشط. احنا عارفين يا شباب ان مثلا لو دي شعيره جذريه خلاص، ودي الفجوه العصاريه بتاعتها، وبتكلم عن نقل الصوديوم، فلو الصوديوم في التربه 1000 يا اسماء والشعيره الجذريه جواها الصوديوم 100، ايه اللي يحصل بالانتشار؟ الصوديوم بره كتير يخش جوه الفجوه العصاريه، ليه بالانتشار؟ لان بره كتير جوه قليل، صح يا جماعه؟ طيب بص يا سيدي، دي يا جماعه بركه ميه جواها طحلب يراد اسمه طحلب النيتلا، بيقيسوا يا جماعه تركيز الاملاح في الطحلب ده وليكن كان 50، الاملاح تركيزها جوه الطحلب ده 50 جوه خلايا الطحلب ماشي، وتركيز الاملاح في البركه 10 بس، ومع ذلك شوف بقى عكس الطبيعه، لقوا يا جماعه برضو ان الاملاح بتعدي من بره لجوه، اوف ازاي؟ المفروض يحصل ايه؟ من جوه لبره، من جوه ال 50 لبره ال 10 صح كده؟ قال لك لا، ده بيحصل حاجه عكس كده، عكس التركيز. طيب سؤال يا جماعه، معايا عربيتين ومعايا مطلع ومعايا منزل تمام؟ هزق واحده انزلها من المنزل وهزق واحده اطلعها، اتقل اكتر فين؟ عكس التركيز، عكس الاتجاه، المنزل نازل انا بطلعها صح؟ فهستهلك طاقه اكتر، فيا جماعه لو الملح بيعدي مثلا من التركيز الاعلى للاقل مش محتاج طاقه، لكن لو بيعدي بقى عكس التركيز، عكس تركيز الاملاح من العشرة القليل للخمسين الكتير، قال لك يا دكتور ده اسمه نقل بس نشط، اكتف ترانسبورت. ليه نشط بقى؟ قال لك يا دكتور نشط عشان بيستهلك اي تي بي، بيستهلك طاقه، ده اسمه النقل الايه؟ النشط. يبقى عمليه نقل الاملاح او الايونات من وسط ذو تركيز منخفض الى تركيز مرتفع عكس الطبيعي بس بيستهلك طاقه يا شباب. طيب النقل النشط يا شباب بسم الله، في بعض الاحيان يا جماعه تنتشر الايونات من محلول التربه حيث تركيزها المنخفض يعني بره اقل اسماء الى داخل الخليه حيث تركيزها المرتفع، لذلك يلزم وجود طاقه كيميائيه لاجبار، هزق عكس التركيز، لاجبار هذه الايونات على الانتشار ضد هذا التدرج في التركيز اي من المنخفض الى المرتفع، ويطلق عليها مرور اي ماده خلال غشاء الخليه عندما يلزمها طاقه كيميائيه بالنقل النشط خلاص. حلو جدا. طيب بسم الله، عند اجراء تجربه على طحلب النيتيلا الذي يعيش في البرك لاثبات حدوث عمليه النقل النشط، ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ بقول لك يا دكتور حضرتك العمليه الزرقاء دي يا جماعه بتقول تركيز الاملاح في ماء البركه اسماء قليله خالص اهي تمام، طب تركيز الاملاح في خلايا الطحلب كتيره تمام، يعني مثلا ده الطحلب وعنده مثلا دراع اهو ودراع اهو ودراع اهو، الدراع الاول الثاني الثالث كم عمود؟ الرابع الخامس تمام، قال لك وليكن في اول دراع تركيز الاملاح كان 5 وفي المحلول كام؟ وليكن 2. طيب الثاني 10 في المحلول كام؟ وليكن برضو 2. الثالث 8 الرابع 9 الخامس 20. في كل الحالات
اكتر من التربه او اكتر من البركه، صح؟ يبقى كده الملح بيعدي من البركه للطحلب، تمام. بس في حاجه، خلايا الطحلب مش كلها فيها نفس التركيز، صح كده؟ يعني هنا غير هنا غير هنا غير هنا غير هنا غير هنا. ليه بقى؟ على حسب الحاجه اللي محتاجه ملح اكتر يخش لها ملح اكتر. طب نقل النشط، تعالى نقرا بقى الكلام. تركيز الايونات المختلفه المتراكمه في العصير الخلوي لخلايا الطحلب، ركز بقى كده، اعلى نسبيا من تركيزها في ماء البركه، في خلايا الطحلب اعلى من ماء البركه، تمام؟ مما يلزم الخليه استهلاك طاقه لامتصاص هذه الايونات. يعني ايه؟ يعني الخليه يا جماعه محتاجه طاقه عشان تمتص الايونات دي، ليه؟ لان جواها ملح اكتر وبراها ملح اقل. طيب ليه بقى التركيز مختلف؟ يقول لك تركيز الايونات في الخليه يزيد عن الاخرى مما يؤكد ان الايونات تمتص اختيارا حسب الحاجه. يعني الخليه اللي محتاجه اكتر تدفع اي تي بي اكتر تمص اكتر. ده يا جماعه بالنسبه للنقل النشط، تعرف ان هو بيحصل عن طريق طاقه. طيب بص يا سيدي، الجدول التالي يلا اسماء يوضح تركيزات بعض ايونات الاملاح داخل الشعيره الجذريه وفي التربه المحيطه بها. اي الظواهر التاليه يعتمد عليها النبات في امتصاص ايونات المغنيسيوم والنترات؟ بسم الله. المغنيسيوم يا اسماء دي شعيره جذريه. المغنيسيوم في الشعيره الجذريه 75، تمام؟ في التربه 15. طيب النترات في الشعيره الجذريه 47، في التربه 126. السؤال، دي النترات NO3 بتعدي ازاي النترات بالتربه للشعيره الجذريه؟ هنا 162 هنا 47، محتاجه طاقه؟ يبقى يا دكتور بيل انتشار. ما هو تركيز عالي تركيز قليل بالانتشار. هنا 167 هنا 47، خلاص احذف لها شويه بالانتشار. طب هنا بره 15 جوه 75 متعدي، يبقى ده بيحصل عن طريق ازاي؟ نقل النشط. المغنيسيوم الاول اللي فوق ده يا شباب ده نقل النشط، هو النترات الانتشار. يبقى يا جماعه الترتيب نقل النشط انتشار. طب تعالى، اي رسومات التاليه يعبر عن العلاقه بين مخزون خلايا نبات مائي من جزيئات الاي تي بي مع مرور الزمن عند دخول بعض الايونات الى خلاياه ضد التدرج في التركيز؟ يعني خاصيه ايه؟ نقل نشط. طالما قال لك ضد التدرج في التركيز يعني ضد التركيز يعني نقل نشط، خلاص. تعالى بقى حضرتك، كل ما الزمن يعدي وبعمل نقل نشط الاي تي بي بيزيد، انا عمال اصرفه تبع عملي العلاقة عكسية يا شباب. ده شباب بالنسبة لي الدرس الأول في المنهج، أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وإن شاء الله يا جماعة الحل موجود على المنصة في أقرب وقت، وهنقول لكم إن شاء الله في أقرب وقت برضه هيكون يوم إيه الحل والمتابعة والامتحانات. وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل، الذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من سادة الأول، وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.